طيب سامعيني كده؟ سامعين تمام. حضرتك. طيب باشمهندسين، دلوقتي ان شاء الله هناخد دالتونز لو اوف بارشال بريشر. الدالتونز لو ده بيقول ايه؟ بيقول ان التوتال بريشر بتاع مجموعه من الغازات، بس بشرط اساسي ان الغازات دي دونت رياكت كيميكالي ويز ايتش اذر، يعني ما بتتفاعلش مع بعضها، بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع الضغوط الجزيئيه بتاعه كل غاز، بيساوي مجموع الضغوط الجزيئيه بتاعه كل غاز. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي لو عندي الكونتينر ده زي ما انتم شايفين اهو، نرجع كده تاني، وانا بعلم بالسهم، باشمهندسين معايا دلوقتي، بنقول هنتكلم على الدو على دالتونز لو على دالتونز لو اوف بارشال بريشر، اللي هو ايه؟ اللي هو قانون دالتون للضغوط الجزيئيه. دلوقتي افرض ان انت عندك كونتينر، الكونتينر ده فيه جاز ايه بس، يبقى الكونتينر اللي عندك ده فيه جاز ايه بس. طيب انا دلوقتي يبقى البي توتال هيبقى عباره عن ايه؟ حد يقدر يقول لي انا عندي غاز فيه جاز ايه بس، الغاز ده مسبب ضغط بي ايه؟ حد يقدر يقول لي يبقى البي توتال هيساوي بي ايه؟ ايه بس ليه؟ لان انا ما عنديش غير غاز ايه بس، خلاص. طيب لو جبنا كونتينر تاني، الكونتينر ده حطينا فيه غاز ايه وغاز بي وغاز سي، غاز ايه وغاز بي وغاز سي، هل حد يقدر يقول لي البي توتال هنا هيساوي ايه؟ بي هيساوي بي ايه بلس بي بي بلس بي سي، بس شرط اساسي عندي ان الغازات دي مالها؟ ما تكونش بتتفاعل مع بعضها. يبقى شرط اساسي عندي ان الغازات دي مالها؟ ما تكونش بتتفاعل مع بعضها. في مشكله في الكلام ده؟ لانهم لو تفاعلوا مع بعضهم ايه اللي هيحصل؟ هيبقوا كانهم ايه؟ غاز واحد. غاز واحد. يبقى تمام. يبقى دالتونز لو ده بيتكلم على البارشال بريشر. يبقى دالتونز لو ده بيتكلم على مين؟ بيتكلم على البارشال بريشر. يبقى انا دلوقتي لو عندي كونتينر، الكونتينر ده فيه جاز ايه بس، يبقى البي توتال عندي هيساوي البي ايه. طب لو الكونتينر ده فيه جاز ايه وبي وسي، يبقى البي توتال هيساوي بي ايه بلس بي بي بلس بي سي. هو ده قانون دالتون للضغوط الجزيئيه، بس قلنا ان شرط اساسي عندي ان دلت او الغازات دي ما تكونش بتتفاعل مع بعضها. يبقى الغاز ايه ليه ضغط اسمه بي ايه، ده بسميه البارشال بريشر بتاع ايه، وغاز بي ده بسميه بي بي فده البارشال بريشر بتاع بي، وغاز سي بسميه بي سي اللي ده اللي هو البارشال بريشر بتاع السي. طيب دلوقتي يبقى قانون ده مش يعني لا مش علاقه بضغط الجو، يعني ده من غير ضغط الجو؟ لا انت عندك كونتينر لا مش بيأثر في حاجه. ليه؟ لان انا عندي كونتينر، الكونتينر ده فيه غاز ايه وفيه غاز بي وفيه غاز سي، خلاص اهو الكونتينر ده فيه غاز ايه وبي وسي، يبقى ده بيشارك ايه بيشارك بجزء من الضغط، وبي بيشارك بجزء من الضغط، وسي بيشارك بجزء من الضغط. يبقى البي توتال هيساوي ايه؟ لو انا عايز اجيب الضغط جوه الكونتينر كله هيساوي ايه بلس بي بلس مين بلس سي، خلاص. طيب دكتور معلش، هو في الليكتشر اللي فات احنا ما خدناش الجزء اللي هو بتاع جرامز لو، كان البي دي اف نازل لسه، وكان في جزء اللي هو بتاع جرامز لو لسه دوت. اوكي تمام شكرا. طيب دالتونز لو اوف بارشال بريشر بيقول ايه؟ بيقول ان التوتال بريشر اوف ا ميكتشر اوف جازز، التوتال بريشر بتاع مجموعه من الغازات، تمام، بشرط اساسي ان الغازات دي دونت رياكت كيميكالي ويز ايتش اذر، ان الغازات دي مالها لا تتفاعل مع بعضها، بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع الضغوط الجزيئيه بتاع كل غاز، وده اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي. يعني البي توتال هيساوي بي ايه بلس بي بي بلس البي سي. طيب يبقى هو ده قانون دالتون. طب افرض انت عندك غاز A وغاز B وغاز C وغاز D وغاز F، يبقى البي توتال هيساوي ايه؟ ده بلس ده بلس ده بلس ده. طيب حد يقدر يقول لي يا باشمهندسين هو البي ايه هنا بيساوي قد ايه من البي توتال؟ 1 اوفر 1 الثيرد ثلث ثلث. طيب معروف، هل الكلام اللي قاله هل الكلام اللي قاله الباشمهندس ده صح؟ هل هو بيساوي ثلث؟ لا 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 لا
جون معروف. لو ده مش عايز صوت. امتى هيساوي تولت؟ لو امتى هيساوي تولت؟ بالظبط. لو ده قد ده قد ده مين اللي بيقول اس تي بي؟ قاتل اس تي بي. لا مش اس تي بي، انا هنا ما جبتش سيره اس تي بي. ده هيساوي ده لو ده قد ده قد ده. خلاص. طيب تعالوا نكمل. انا دلوقتي ما اقدرش اقول، يبقى انا دلوقتي ما اقدرش اقول ان البي اي، ما اقدرش اقول ان البي اي ايكوال تولت البي تي ايكوال تولت البي توتال، ما اقدرش اقول ان البي اي ايكوال تولت البي بي ايكوال تولت البي توتال، ولا اقدر اقول ان البي سي ايكوال تولت البي توتال. ليه؟ لان لازم الاي يكون بيساوي البي يكون بيساوي السي. طب امال البي اي بيساوي قد ايه من البي توتال؟ افرضوا ان انتوا عندكم 2 مول من الاي، افرض ان انت عندك 2 مول من الاي و3 مول من البي و4 مول من السي، يبقى 2 و3 و4. خمس. 2 على 9. 2 over 9. طب ثانية واحدة كده. ثانية واحدة. هوريكوا حاجة أحسن بكتير. ثانية واحدة. دكتور معلش، هو الاس تي بي ده الضغط الجوي مش ضغط القياس صح؟ اه. ثانية واحدة هوريك. طيب باشمهندسين انتوا شايفين ايه دلوقتي؟ وايت بورد. وايت بورد طيب مكتوب عليها بخط الايد صح؟ اه. ايوه. طيب انا هشرح لكم من هنا عشان ده انا كنت شرحت المحاضره دي امبارح، فهنا تقدروا تفهموها اكتر. ركزوا معايا باشمهندسين. يبقى احنا دلوقتي هنتكلم، نقفل المايك يا ريت، نقفل المايك. مفيش وايت بورد باين عندي هنا. عندك مشكلة انت في النت، احنا ظهر لنا كلنا. الوايت بورد ظهرت اهي. تمام ظهرت كده. يا جدعان بالله عليكم ما تنسوش تقفلوا المايكات بجد بجد، بتفصل بعد اذنكم. اللي بيخش جديد او اللي بيفتح المايك ما ينساش يقفله. شكرا. دكتور احنا مستمعين حضرتك. لا بتتكلم. هو عامل ميوت، عامل ميوت بيظبط حاجة. يعني ايه ضغط جزء يا جدعان؟ يعني ايه ضغط جزء؟ يا دكتور. برشل بريشر. كده انتوا سامعيني؟ اه دكتور. ايوه تمام. ايوه سامعينك. مبدئين كده باشمهندسين، انا بعد كده هعمل بيرميشن، هلغي البيرميشن اللي عندكم. بس بما ان في واحد فيكم بيعمل انميوت كل ما بدخل الدفعه دي، بقى ما تلومش غير نفسها. خلاص. الحسنه تخص والسيئه تعم. فالباشمهندس اللي بيعمل انميوت انا بقول لكم هو من اولها، ادي تاني محاضره لينا، الدفعه دي ما تلومش غير نفسها دلوقتي
عايز حد يكرر الموضوع ده تاني. هدخل لكم لاب لاب. فياريت حد يكرر الموضوع ده تاني. دكتور ما ينفعش ناخد ذنب واحد بينا كلنا. أنا ما حدش عمل حاجه. كلمه قلتها ومش عايز حد يتكلم معايا نص كلمه. عايز واحد تاني يعمل انميوت. هو ممكن اقول حاجه؟ مش عايز كلمه. دالتونز لو اوف بارشال بريشر. احنا دلوقتي بنقول ايه؟ ان التوتال بريشر بتاعت مجموعه من الجازات بس بشرط اساسي ان الجازات دي ما تكونش بتتفاعل مع بعضها بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع الضغوط الجزيئيه بتاعت كل غاز. بمعنى تعالى كده نبص، لو انا عندي كونتينر، الكونتينر ده فيه غاز A وفيه غاز B وفيه غاز C، طيب يبقى ده هيشارك بجزء من الضغط هسميه بي A، وده هيشارك بجزء من الضغط هسميه بي بي، وده هيشارك بجزء من الضغط هسميه البي سي. طيب يبقى ده بيشارك بايه؟ بي اي، وده بيشارك ببي بي، وده بيشارك ببي سي. طيب فهل دلوقتي البي توتال هيساوي ايه؟ هيساوي بي اي بلس بي بي بلس بي سي. طيب باشمهندسين، هل اقدر اقول ان البي اي هو تلت البي توتال، او البي بي هو تلت البي توتال، او البي سي هو تلت البي توتال؟ طبعا قلنا الكلام ده ايه؟ قلنا الكلام ده غلط. ليه؟ لان امتى اقول ان ده تلت البي توتال وده تلت البي توتال وده تلت البي توتال؟ لو ده قد ده قد ده، يبقى انا اقدر اقول كده فعلا لو كان ده قد ده قد ده. طيب هنا افرض ان انا عندي الاي زي ما انا كاتب عندي في المربع اللي عندي ده، افرض ان البي اي خلاص افرض ان البي اي ده او الاي ده في منه 2 مول، تمام، والبي ده في منه 3 مول والسي في منه 4 مول، يبقى انا دلوقتي نسبه الاي كام يا باشمهندسين؟ حد يقدر يقول لي نسبه الاي كام؟ حد يقدر؟ 2 على 9. 2 على 9 تمام. يبقى نسبه البي 3 على 9، نسبه السي 4 على 9، يبقى كانت هتبقى تلت وتلت وتلت. صح امتى؟ لو كان ده قد ده قد ده. في مشكلة؟ طيب أمال يبقى إيه الصح دلوقتي بالنسبة لي؟ إن البي A هو 2 على 9 من البي توتال، والبي B هو 3 على 9 من البي توتال، والبي C هو 4 على 9 من البي توتال. حد عنده مشكلة؟ لا يا دكتور. دكتور ممكن سؤال بس؟ اتفضل. هو كل مول من اي جاز بيسبب نفس البريشر حتى لو الجاز ده مختلف؟ ليه؟ الجاز صغير جدا خلاص، تمام، احنا بنعتبر ان الجاز ده ايه؟ صغير جدا، حاجه صغيره قوي، فده بالنسبه لده بالنسبه لده تقريبا نيجلكتد. تمام شكرا. تمام. طيب يبقى انت دلوقتي يا باشمهندس عندك ان البي اي قلنا 2 على 9 من البي توتال، والبي بي هو عباره عن 3 على 9 من البي توتال، والبي سي هو عباره عن 4 على 9 من البي توتال. طيب لو قلت 2 على 9 و3 على 9 و4 على 9 ده هيبقى خاص باللي انا كاتبه ده، عايزين بقى نخليها جنرال. هناخد 2 على 9 دي ونسميها اكس اي، وهناخد 3 على 9 دي ونسميها اكس بي، وهناخد 4 على 9 دي ونسميها اكس سي. طيب يبقى اكس ايه ده؟ اكس ايه ده عباره عن ايه؟ مش احنا بنقول ان الاكس ايه ده هو الاثنين على التسعه؟ صح. يبقى هو عباره عن النمبر اوف مول بتاع الايه اوفر التوتال نمبر اوف مول. طيب قلنا ان البي بي هو عباره عن 3 على 9، ادي البي بي هو عباره عن 3 على 9. طيب يبقى انا دلوقتي شلت 3 على 9 وحطيت مكانها مين؟ اكس بي. طيب يبقى الاكس بي 3 على 9، فانا شلت الثلاثه دي تبقى اسمها ان بي، والتسعه ده هو الان توتال. طب البي سي بتساوي 4 على 9 من البي توتال. طيب يبقى انا هشيل 4 على 9 دي واسميها جنرال كده اكس سي. طب الاكس سي دي ايكوال كام؟ ان سي على ان توتال. في مشكله في الكلام ده؟ فاهمين؟ دكتور هي الاكس بدل ايه؟ الاكس انت طيب مين اللي كان بيسال؟
أنا ريتاج. ريتاج، بص يا ريتاج، أنت عرفتي ليه ريتاج؟ أنت عرفتي الأول لو أنت عندك غاز A و B و C يا ريتاج في كونتينر، والغازات دي ما بتتفعلش مع بعضها، يبقى كل واحد هيشارك بجزء من الضغط ولا لأ؟ أه. طب لو أنت عايزة تجيب الضغط جوه الكونتينر كله هتجيبيه إزاي؟ هعملهم بلس. هعمل لهم بلس، هو ده دالتونز لو. يبقى دالتونز لو بيقول لي لو أنا عندي مجموعة من الغازات والغازات دي ما تكونش بتتفاعل مع بعضها، شرط ان الغازات دي ما تكونش بتتفاعل مع بعضها، كل واحد بيشارك بجزء من الضغط، يبقى يعني كلام لوجيك، يبقى البي توتال بتساوي مين؟ بي اي بلس بي بي بلس البي سي. معايا ريتاج؟ اه مع حضرتك يا دكتور. طيب تقدري تقولي لي يا ريتاج لو انا دلوقتي عندي اللي هو الكلام ده، هل اقدر اقول ان البي اي هو تلت البي توتال؟ لا. ليه ما اقدرش ان هو اقول ان هو تلت البي توتال؟ هما مش نفس النمبر اوف مولز. صح. طيب تقدري تقولي لي هو يبقى نسبته مش تلت، امال نسبه الايه هنا كام يا ريتاج؟ النمبر اوف مولز بتاعت الايه توتال نمبر اوف مولز. زي الفل، اللي هي 2 على 9. عرفت 2 على 9 جت منين؟ اه. و3 على 9 جت منين؟ و4 على 9 جت منين؟ فاحنا كده القانون ما بقاش جنرال، القانون بقى خاص بالاكزامبل اللي احنا كاتبينه، فعايزين نخليه جنرال شويه. فعملنا ايه؟ شلنا 2 على 9 دي وحطيناها ايه؟ اكس اي. طب ما الاكس اي ده اللي هو اللي انت لسه قايلاه، اللي هو النمبر اوف مول بتاع الاي اوفر التوتال نمبر اوف مولز. تمام. وصلت؟ اه تمام، شكرا يا دكتور. تمام دكتور. طب باشمهندس اتفضلي. هو ليه لو هم عملوا رياكشن سوا انا ما اقدرش اعمل لهم بلس مع ان الكونتينر ما اتفتحش، يعني البريشر ما اتغيرش؟ لان انا دلوقتي هو انا امتى اقول ضغط جزئي؟ يعني ايه ضغط جزئي؟ كل واحد بيشارك بجزء. سامعاني انا بقول ايه؟ كل واحد. طب دلوقتي لو هم اتفاعلوا مع بعضها هيبقى انا عندي كل واحد بيشارك بجزء، هم اصلا بقوا غاز واحد. تمام. وصلت؟ يعني لسه مش قوي، يعني ممكن اشوف تاني معلش. تاني انت دلوقتي لو هم كلهم اتفاعلوا مع بعض هيبقى عندك كام غاز جوه؟ واحد. فين بقى الضغط الجزئي بتاع كل غاز؟ هم كلهم بقوا، يعني اللي انا اقصد اقول ان الكونتينر ما اتفتحش، يعني انا ما غيرتش حاجه في البريشر. تمام، بس النمبر اوف مولز اتغيرت. ليه؟ تخيلي مثلا انت فعلتي مثلا سي، مثلا هقول 1 مول من الزنك، سي مثلا اي حاجه 1 مول من الزنك من مع 2 مول من ال HCl سي مثلا، او نقول اي رياكشن كربون بلس O2 ادالك CO2 مثلا، فانت دخلت 2 مول الخارج كان 1 مول، صح؟ اه تمام. فالنمبر اوف مولز اتغيرت، فانا ما اقدرش اعملها غير لما يكون الغازات دي مالها ما بتعملش رياكشن، ما بتعملش رياكشنز مع بعضها. فهمتي؟ اه. طيب مين اللي كان بيسال؟ دكتور عندي سؤال صغير. اتفضل. هو الكلام ده كله على الايديال جاز، صح؟ كل ده على الايديال جاز، لسه ما دخلناش على الريال جاز. طب يا دكتور ما فيش مثال على غازين؟ ما فيش غاز على ايه؟ غاز. طب ايه؟ قول لي انت عندك غاز ايه وغاز بي، يبقى البي توتال هيساوي ايه؟ اي بي. ايه؟ اي بي. بي اي بلس بي بي، صح؟ اه. طيب افرض ان انت عندك 2 مول من ايه و4 مول من البي، يبقى البي اي هتساوي قد ايه؟ 2 على 6 جدع. بس ادي مثال على 2 على غازين، 2 زي 4 زي 10 بنفس الطريقة. في مشكلة؟ يعني هم طيب. يعني هم بيتفاعلوا مع بعض ولا لا؟ معلش. أنا لسه قايل إن شرط أساسي إن هم ما يتفاعلوا مع بعض. خلاص؟ طيب، حد يقدر يقول لي إكس إي بلس، لو أنا عندي مثلا A و B و C، إكس إي بلس إكس B بلس إكس C هتساوي كام؟ واحد. هتساوي واحد. صح؟ واحد. ليه؟ لأن إكس إي إن إي على إن توتال، وإن بي على إن توتال، وإن سي على إن توتال. فلو جمعتهم هتبقى ان توتال على ان توتال اللي هي بتساوي كام؟ بتساوي 1. في مشكله في الكلام ده يا باشمهندسين؟ لا دكتور. تمام.
الاكس ده بسميه ايه؟ الاكس ده بسميه المول فراكشن. ايه هو بقى المول فراكشن؟ المول فراكشن ده هو عباره عن النمبر اوف مولز بتاع الايه تو ذا توتال نمبر اوف مولز. يبقى المول فراكشن ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن النمبر اوف مولز بتاعه الايه اوفر التوتال نمبر اوف مولز. خلاص؟ حد عنده مشكله؟ لا صح يا دكتور، بس هو بالنسبه للتعريفات هو مش المفروض الامتحان ام سي كيو، فبالتالي التعريفات ما يعني ما انا ممكن اسالك في التعريفات في الام سي كيو كساينتفك تيرم بس تبقى فاهم بالظبط. بالظبط، شكرا دكتور. خلاص طيب تعالوا نكمل يا باشمهندس، اتفضل. هو المول من غاز ايه؟ هو نفسه المول من غاز بي كبريشر. لان في حد لسه سائل دلوقتي وقلت له ان انا بعتبر هو اصلا يعني الجاز صغير جدا، تمام؟ الموليكولز بتاع الجاز بيبقى صغير جدا، فانا بعتبر ان ضغط ده هو ضغط ده هو ضغط ده. خلاص، مين اللي في الاخر بتفرق فين؟ بتفرق فين؟ بتفرق في النمبر اوف مولز. تمام، فهمت كده؟ يبقى بتفرق فين في الاخر؟ في النمبر اوف مولز. في النمبر اوف مولز، زي الفل. طيب حد يقدر يثبت لي ان البي اي ايكوال اكس بي ايكوال البي توتال؟ ايه يا دكتور؟ حد يقدر يقول لي ان البي اي ايكوال اكس اي في البي توتال؟ حد يقدر يثبتها لي؟ مش فاهمين حضرتك. انا عايز اثبت ان البي اي يا دكتور، مش حضرتك قلت ان الاكس اي بتبقى ايكوال؟ ايوه انا كنت حضرتك يا دكتور. اقول مين اللي بيقول؟ قول اتفضل. قول يا محمد. محمود، او احنا مش عارف قلت الاكس اي دي بت ايكوال نمبر اوف مولز اوف ايه اوفر نمبر توتال نمبر اوف مولز اللي هي كانت بتساوي 2 على 9 جدع، تمام. والبي توتال دي اساسا كانت بتساوي اللي هي التوتال نمبر اوف مولز اللي هي 9 على 9 تمام. فاحنا هنطلع عمال الضرب يطلع بتساوي 2 على 9 اللي هو البيشر بتاع ايه. بس يا دكتور هو هقول لكم على حاجه. عندي دكتور، انا بعمل التوتال بريشر مع الريشيو بتاعه الايه اللي في الكونتينر. ركز معايا، شايفين اللي انا كاتبه ده؟ افرض ان انت عندك كونتينر فيه جاز ايه بس. عندي كونتينر فيه ايه؟ جاز ايه بس. جاز ايه بس، يبقى انا هقدر اقول ان البي اي في الفي ايكوال ان ايه في الار تي، صح؟ طيب وافرض ان انا عندي كونتينر تاني فيه جاز A وB. طيب يبقى هقول ايه؟ ان البي توتال بس نفس الكونتينر بالظبط، يعني التو كونتينر، نقفل المايك لو سمحتوا، التو كونتينر زي بعض. يبقى انا عندي كونتينر فيه جاز A. باشمهندس اللي فاتح المايك، عندي في كونتينر فيه جاز A وعندي كونتينر فيه جاز A وB. بقى كونتينر فيه جاز A وكونتينر فيه جاز A وB، في مشكلة؟ معايا يا باشمهندسين؟ معاك يا دكتور، مفيش مشكلة. تمام، يبقى أنا دلوقتي الكونتينر ده مش أنت القانون بتاعك بي في إيكوال إن آر تي؟ ده القانون بتاعك بي في إيكوال مين؟ إيكوال إن آر تي. طيب يبقى أنت لو بي في إيكوال إن آر تي، طيب الكونتينر نفس الكونتينر بالظبط، حطيت فيه جاز A وB، مش هقول بقى B ايه، هقول مين؟ B total V equal N total RT، صح؟ مزبوط. لو جيت قسمت المعادلة واحد على المعادلة اتنين، V هتروح مع ال V لأنه نفس الكونتينر، لأن الجاز بياخد حجم الكونتينر، يبقى في الأيديال جاز الجاز بياخد حجم الكونتينر، و RT هتروح مع RT لأن ال R constant وال T مالها؟ constant. فهيفضل بي اي على بي توتال ايكوال ان اي على ان توتال، صح؟ صح. والان اي على ان توتال دي اللي هي عباره عن مين؟ الاكس اي. الاكس اي، يبقى البي اي ايكوال اكس في البي توتال. في مشكله دي كونستانت توتال، هيتبقى البي اي. معلش يا دكتور، تاني بعد اذنك. تاني، انا عايز اثبت ان البي اي ايكوال
اكس اي في البي توتال. تخيل ان انت عندك كونتينر، الكونتينر ده فيه غاز اي. تخيل ان انت عندك كونتينر، الكونتينر ده فيه غاز اي. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ بي اي في البي ايكوال ان اي في الار في التي. طيب جبت نفس الكونتينر ده بالظبط، بدل ما احط فيه غاز اي وبي، بدل ما احط فيه غاز اي بس حطيت فيه اي وبي. طيب يبقى انت القانون بتاعك ايه؟ بي توتال في ايكوال ان توتال في مين؟ في الار في التي. طيب هاجي اقسم المعادله دي، هاجي اقسم المعادله دي على المعادله دي. خلاص يبقى انت عندك هنا بي في هتروح مع الفي، والار تي هتروح فين؟ الار تي هتروح مع الار تي. خلاص يبقى ده هيروح مع ده، والار تي هيروح مع الار تي. هيفضل عندك مين؟ هيفضل بي اي على بي تي، ان اي على ان تي. تمام هيفضل زي الفل. طب الان ايه على الان توتال دي اللي هي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن مين؟ اكس اي. الاكس اي يبقى البي اي ايكوال اكس اي في البي توتال. في مشكله؟ لا بس عندي سؤال بس. اتفضل. هو سؤال غبي شويه، درجه الحراره ليه ثابته؟ لان انا شغال في نفس الوسط، مش انا بقول لك نفس الكونتينر حطيت فيه غاز اي وبي؟ صح. يبقى يعني درجه الحراره يعني مش الغاز نفسه، يعني مش درجه حراره يعني الغاز نفسه. لا ولا هو تمام الكونتينر، ما هو انت ما هو درجه ما هو الغاز هياخد درجه حراره الكونتينر او الاناء اللي موجوده فيه. صح. تمام. يعني يا دكتور من مواصفات الايديال جاز يعني ان هو بياخد درجه حراره الوسط. بص هتعرفوا مواصفات الايديال جاز لما ناخد الريال جاز. في الايديال جاز دايما الجاز بياخد حجم الكونتينر، خلاص، ودايما هياخد درجه حراره الوسط اللي هو موجود فيه. يا اما هو بيخلي درجه حراره الوسط زيه، يا اما الوسط بيخلي درجه حرارته زيه. مش انت لما تحط حاجه ساقعه في حاجه سخنه الاثنين بيوصلوا للدرجه فيه بالظبط لحد ما يوصل لدرجه حراره معينه؟ ايوه. يبقى هي دي درجه حراره الجاز. طب دكتور ممكن سؤال؟ اتفضلي. هو دلوقتي ريشيو ما بين البي اي والبي تي هي هي ما بين النمبر مولز بتاعت الاي على النمبر مولز التوتال مع اختلاف اليونتس كده عادي ولا يعني ايه؟ يعني البريشر ليها يونت والنمبر مولز حاجه تانية، يعني ان احنا نساويهم ببعض ده يعني عادي؟ ما هما بيساوي كونستانت. هو اصلا ده تطير. دي نسبه الوحدات اصلا هتطير. يعني هو ممكن بس ممكن السؤال تاني. طيب انا ما كنتش فاهمه ليه سوينا البريشر بالنمبر اوف مولز. يعني هي كده كده اليونتس بتاعه البريشر هتطير اساسا عشان ده فراكشن، فاهمه؟ يعني اليونت بتاعه البريشر هتطير مع اليونت بتاعه البريشر اللي تحت فيطلع كونستانت كده كده لان كونستانت. باشمهندسين ثانية واحدة كده بس، يعني ايه عندي ليكو ان شاء الله تكمل كده خبر حلو اعرف اكتب لكو عشان انا ما بحبش الطريقة دي. ثانية بس احنا فاهمين يا دكتور. انا بحب افهم اكتر. ماشي انتوا فاهمين، انا بحب افهم اكتر. ثانية واحدة بس. طب دكتور معلش بس انا ما حضرتش المحاضرة الاولى بس مش فاهمة ايه الار دي. يعني انا كنت هعمل ريفيجن واظبط لكم الدنيا فاصبري بس عليا ثانيه واحده. شايفين حاجه؟ اوكي شايفين وايت بورد زي الفل. الحمد لله وايت بورد الحمد لله. طيب نركز بقى كده ونشتغل بقى المحاضره بتاعتنا بجد. ماشي. طيب بسرعه انا هعيد الكلام اللي انا قلته تاني. باشمهندسين شايفين حاجه بتتكتب؟ دكتور ايوه دكتور الحمد لله. احنا قلنا ايه هناخد ايه يا باشمهندسين؟ هناخد دالتونز لو اوف مين؟ اوف بارشل بريشر. بارشل بريشر صح؟ طيب دلوقتي قلت دالتونز لو بيقول ايه؟ بيقول ان ذا توتال بريشر اوف ا ميكشر اوف جازس مالها الصوره ثابته ذات
تتحرك قدامك دلوقتي. هو بس هتلاقي النت دلوقتي هيشتغل. The total pressure of a mixture of gases that don't react. كيميكالي لسه ثابت عندكم؟ لا 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 ايوه ثابت بس في ديلي يعني في دي بس هي ثابت هي في ثابت شغل بسيط ثانيه واحده كده ايه يا باشمهندسين لسه ثابته ثابته عندك اهو لسه انا ثابته عندي ساكت ومكتوب عندك دكتور طب هو لو في مشكله حاجه ممكن تكمل من التاني احنا فاهمين والله ده احنا يا ريت كل المدرسين بيشرحوا كده اساسا كل الدكاتره ثانيه واحده بالظبط وابقى هو لو كده هرجع هي ثابته يعني لو كده هرجع لكم اللي احنا خدناه ده تاني لسه ثابته دكتور هي راحت اصلا راحت طيب هي راحت ثانيه بقى نرجع تاني ولو كده هنرجع بقى للطريقة اللي احنا كنا بنعملها ثانية واحدة دكتور هو مفيش امل ان احنا ناخد المحاضرات في الجامعة؟ والله يا ريت لسه ثابته يا باشمهندسين لسه هي مش موجوده اصلا مش موجوده اصلا اختفت اصلا مش موجوده اصلا ممكن نرجع للطريقه الاولانيه كويسه دكتور شايفينه طيب ماشي لحد ما اظبط الكلام ده طب نرجع للطريقه الاولانيه نكمل انا بقى اللي اسال مش عايز حد يسال انا اللي اسال دلوقتي كان في واحده بتسال سؤال عليك ما جبتش عليه بس كنت عاوز اعرف برضه مين اللي كان بيسال معلش مين اللي كان بيسال معرفش كانت بتقول واحده كده كانت بتقول مش عارف ايه ثواني الضغط بالمول خليها تتكلم عشان مش حاجه تسال بتقول لحضرتك هو ازاي نسال نقسم اللي هو البريشر ايه على بريشر توتال هنساويها بالنمبر اوف مولز ايه يعني ازاي بتساوي هي كان في اليونت مش ثابته فهي بتساوي ازاي سوينا الضغط يعني بالوحدات الضغط بوحدات النمبر اوف مولز هو انا ما سويتش يعني هو باشمهندسه ثانيه واحده مش انت عملنا انت هتقسمي بي ايه على بي توتال صح ولا لا تمام طب البي ايه اليونت بتاعتها ايه باسكال او اي كي ام هتبقى اتموسفير انتوا كده شايفين ايه دلوقتي يا باشمهندسين ولا حاجه ولا حاجه فلازمك يا دكتور حضرتك شرحت كتير اصلا النت كان فصل بعد ما كنت دخلت الميتنج يعني انا دخلت وبعد كده النت انفصل بصوا الموضوع بقى النت كتير كده انتوا لسه شايفين برضو البتاع اللي مش شايفين حاجه بصراحه مش شايفين حاجه خالص طيب كده شفتوا؟ لا ما فيش صورة ولا عندي صورة
لسه هو كده المفروض انا عامل شير سكرين. طب نخش تاني طيب ولا ايه؟ لا 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 نخرج. باشمهندسين سامعني؟ اه دكتور. ايوه طيب هعمل شير سكرين تاني. هعمل شير سكرين تاني اهو اهو كده شفته. اه يا دكتور. تمام. طيب انا بقى اسالكم كده ونشوف هنعمل ايه مع بعض. آه فين آه مين اسال انا؟ اه اسال يا دكتور. طيب هسال انا. فين عبد الله كريم؟ عبد الله كريم. عبد الله كريم موجود؟ ايوه. طيب عبد الله. لا عبد الله كريم مش موجود. دكتور لو سمحت مفيش حاجه ظاهره عندي. دوس على الـ على الـ على الويندو اللي فيها هتلاقي فيها الباوربوينت باين، وهتلاقي اتنين ويندو اختار واحد منهم. مفيش حاجه ظهر لي اصلا. دكتور هي ظهر لنا كلنا، ممكن يكون هو عنده مشكله في النت. كده تمام كده تمام تمام. طيب يبقى باشمهندسين انا عايز عايزكم انتوا كلكم كده تردوا عليا. يبقى دالتون زلو لو انا عندي غاز A وغاز B وغاز C يا باشمهندسين ازاي اجيب البي توتال؟ اعمل لهم بلس سميشن اوف بارشال بريشرز. تمام. طب باشمهندسين لو انا عايز اجيب البي ال لوحده قد ايه من البي توتال احسبها ازاي؟ اخد بي ايه نمبر بتاع الايه اجيب ال ايه. تمام زي الفل. طب لو عايز اجيب البي بي لوحده اجيبه ازاي؟ نفس الكلام نمبر بتاع الايه اضربها في البريشر توتال. تمام. الان ايه على الان توتال دي يا باشمهندسين بسميها ايه؟ بسميها بسميها اكس اي. طيب تعالوا بقى نشوف المسائل اللي على الجزء ده. قلت استرم ظهرت ليش؟ نعم استرم ظهرت ليش؟ حل بقى مشكله النت لان انت السبب اللي في الاول ده يعني الدنيا باظت. حل مشكله النت. وضح الحته بتاعت اكس اي دي عشان كان النت فصل فيها. معلش انا فاهم اللي قبلها انما اللي بتاعت اكس اي بس مش انت عندك البي. فاكر لما قلنا ان البي ايه طولت البي توتال والبي بي طولت البي توتال؟ تمام. قلنا الكلام ده غلط. قلنا الكلام ده غلط عشان لسه ما نعرفش الضغوط قد ايه. عشان ده مش قد ده مش قد ده بالظبط. صح. طيب طيب قلنا ايه الصح؟ قلنا الصح ان انا احط دي 2 على 9 ودي 3 على 9 ودي 4 على 9 لان ده كان 2 مول وده 3 مول وده 4 مول. كنت سمعت الحته دي؟ ايوه سمعتها. قلنا 2 على 9 و3 على 9 و4 على 9 دي خاصه بالاكزامبل اللي احنا بنقوله. عايزين نخليها جنرال بقى هنسمي 2 على 9 اكس اي و3 على 9 اكس بي و4 على 9 اكس سي. يبقى الاكس اي يعني هي... اه فالاكس اي دي بقى هي ان اي على ان توتال اللي هي النمبر اوف مول بتاع الاي على التوتال نمبر اوف مولز. تمام. طب دكتور معلش حضرتك ما قلتليش ال ار. هقولها لك حالا. تمام وانا بحل المساله هقولها لك حالا. اوكي. طيب باشمهندسين دالتونز لو نراجع ده ملخص قوانين كده. دالتونز لو قلنا البي ايه بتساوي ايه؟ انا عايز بقى انتوا عايزكم انتوا تقولوا القوانين. يلا لو انا عندي غاز ايه وغاز بي يبقى البي توتال بتساوي مين؟ بي اي بلس بي اي بلس بي بي. تمام. طب والبي ايه البي ايه بتساوي قد ايه من البي توتال؟ اكس
ان ايه نمبر اوف مولز بتاع ايه على النمبر اوف مولز ايه على ان ايه طيب كويس ان ايه على ان بي في البي توتال. طب ان ايه على ان بي دي بسميها ايه؟ اكس ايه بسميها اكس ايه. تمام طيب حد يقدر يقول لي اكس ايه بلس اكس بي ايكوال كام؟ 1 زي الفل. اكس ايه بلس اكس بي ايكوال 1 زي الفل يا باشمهندس. لو طيب. هم غازين بس لو هم غازين بس لو هم اتنين بس لو طب اللي بيقول لو هو غازين لو قلت لك لو هم 10 اكس ايه بلس اكس بي بلس اكس سي بلس اكس دي بلس اكس اي هيساوي كام في الاخر؟ 1 برضه كله بيتسوى صح؟ لحظه واحده بس يا جماعه ممكن اسال الدكتور مين اللي بيسال؟ معلش يا دكتور تاني معلش لو انا قلت لك عندي 20 جاز انا اللي بسال لو انا قلت لك أيوه. عندي 20 جاز ماشي مش ال 20 جاز أيوه ده صح. مثلا ده هيبقى في منه واحد وده في منه اتنين وده في... وصبي اقطع وايه الصوت ده دكتور انت مايك عندك حضرتك عملت ميت او دكتور راح فين انا قفل عندك كده سامعني اه تمام خلاص تمام حد عنده مشكله في الكلام ده يعني كده تاني ما سمعتش حد اجابه حضرتك تخيل ان انت عندك خمس غازات أيوة. خمسه ده في منه واحد أيوة. مول وده في منه اتنين مول وده في منه تلاته وده في منه اربعه وده في منه خمسه تقدر تقول لي كده الاكس ايه هتساوي كام؟ واحد على خمسة صح؟ اه ده بتاع الاولاني طب اكس بي اللي هو فيه منه اتنين مول اتنين على خمسة اتنين على خمسة طب واكس بي اللي فيه منه تلاتة مول تلاتة على خمسة بعد كده اربعة على خمسة بعد كده خمسة على خمسة طبعا ولا لا؟ ايوه ما حضرتك لا شونس انت الاولاني فيه منه واحد والتاني فيه منه أيوة. اتنين والتالت فيه منه أيوة. تلاتة والرابع فيه منه اربعة والخامس فيه منه خمسة معايا؟ فالإكس أيوة. ايه هيبقى واحد على مجموعهم واحد على واحد وتلاتة واحد واتنين خمستاشر يبقى واحد على خمستاشر والإكس بي أيوة. هيبقى اتنين على خمستاشر والإكس سي تلاتة على خمستاشر والإكس دي اربعة على خمستاشر والإكس اي خمسة على خمستاشر فلو جيت جمعتهم هتلاقيهم برضو بواحد ايوه بس انا لو جمعت مثلا اكس اي زائد اكس بي زائد اكس سي بس مش اللي هم الخمسة طيب بتجمع كل اللي في الكونتينر ايوه ايوه تمام بس خلاص لما اجمع كل اللي في الكونتينر اللي اكسبت كل اللي في الكونتينر بتبقى بواحد انما لو جمعت مثلا اثنين بس من ضمن خمسة لا طبعا دي بقى ليها حسبة تانية لا ما هنا كده مش هقول عليها مول فراكشن هقول عليها حاجة تانية خالص مول فراكشن دي يعني كل اللي موجود في الكونتينر يعني ايه مول فراكشن يعني اللي هو الاكس اللي هو الاكس تمام طيب باشمهندسين فاكرين لما قلت لكم في امبارح المره اللي فاتت لما عاوز احسب النمبر اوف مولز بحسبه ازاي حاجتين طريقتين والويت على مولر لا مين اللي بيقول مين اللي بيتكلم ده انا انت مين اسمك زياد مش انا قلت يا زياد المره اللي فاتت الماس هو المولر ماس سوري الماس هو الويت والمولر ماس هو المولكيولر ويت فالاثنين تقريبا واحد قلت لكم أيوة. اول ما يجي في دماغك انا عايز احسب الان دماغك على طول بتفتح لو مديني الفوليوم لو مديني ماس يبقى ماس على مولر ماس لو مديني فوليوم مولكيولز على افوجادروس اقول لو مديني فوليوم بجيبها مع من بي في ايكوال ان ار بي بي على ار بي ايكوال ان ار بي ايديال جاز له خلاص يبقى انا اول ما يجي في دماغي نقفل المايك اول ما يجي في دماغي انا عايز احسب النمبر اوف مولز يبقى على طول لو انا عندي ماس يبقى ماس على مولر ماس لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على ار تي في مشكله طيب عايزين نحل المسألة اللي جاية دي مع بعض دكتور هو في بورد باينة ولا مش باينة عشان هي مش ظاهرة عندي في بورد لا ما في
لا ما فيش حاجه ما فيش ريكورد ظهر عندي في شيء يا دكتور في شاشه يا دكتور المشكله عندهم هم طيب نكمل في الشاشه باينه عند ثلاث اربعنا مشكله اللي في ناس عندهم شاشه يقفلوا ويفتح دكتور معلش عندي صوت انا قفلتها هفتحها تاني مش عايز صوت هفتحها تاني علشان الناس كلها تشوف بس كده دكتور معلش عندي معلش بس هو احنا مش كل ما نزود جهاز مثلا في الكونتينر مش كده تمجتش ممكن تزيد لو هما جهاز ولا مش ممكن اللي بيسأل بس هو اللي فتح المايك والباقي قافل في نفس الكونتينر لو انا قعدت ازود جهاز كتير مش المفروض التمبريتش تعلى ولا مش شرط؟ ما هو انا هنا يا باشمهندس انا حاطط كونديشن معينه انا شغال تحتها تمام دالتونز لو يعني انا لما اقول لك استخدم بارشل بريشر لدالتونز لو يبقى انا بقول لك ان انا حاطط الغازات دي تحت الكونديشن اللي مش هتوصل للكلام اللي انت بتقوله. اه تمام فهمت شكرا وصلت اه تمام. طيب تعالوا بقى نحل المساله اللي جايه دي مين يحلها كده معايا؟ تمام ماشي دكتور. مين اللي بيتكلم؟ محمود سيد. يلا محمود حل معايا كده المسألة دي. اقرأ كده محمود المسألة. ايه ماكسيمم ولا صوت؟ اميكتشر اميكتشر. اكبر لك الصفحة شوية. اقرأ كده محمود يلا المسألة. اميكس اوف 0.924 جرام اوف N2O and 0.825 جرام اوف NO exerts اوف بريشر. تعالى محمود تعالى محمود نطلع حته حته من المساله. هو اول حاجه مديك ايه؟ مديني الكتله تقريبا بتاعت N2O. تمام ومديك ايه تاني؟ الماس بتاع مين؟ الNO. تمام يا محمود. يبقى هو كده باشمهندسين مديني في المسألة الماس بتاع الN2O صح؟ ومديني في المسألة الماس بتاع مين؟ الNO والماس بتاع الNO. خلاص؟ طيب بيقول لي ميكشر من كذا وكذا اكزيرتس ابريشر كذا. يبقى البريشر ده بتاع مين؟ التوتال. بي توتال يا دكتور. ده بي توتال زي الفل. يبقى بيقول لي ميكشر من 0.924 N2O و 0.825 من NO الميكشر ده اكزيرتس ابريشر كذا. يبقى ده كده عباره عن مين على طول؟ يبقى ده كده عباره عن البي توتال. في مشكله؟ تمام. يبقى احنا كده عندنا الماس بتاع N2O والماس بتاع NO والبي توتال. خلاص؟ طيب هو عايز البارشل بريشر بتاع كل جاز. يبقى انا اول ما قال لي بارشل بريشر الباشمهندس اللي كان بيسالني ما هو الغازات لو كترت درجه الحراره هتزيد. هو هنا بيقول لي وات از ذا بارشل بريشر اوف ايتش جاز. انا عايز مين؟ عايز البارشل بريشر بتاع كل جاز. عرفت على طول ان المساله دي مساله دالتون. خلاص تمام. لازم بقى اجيب النمبر اوف مول واحده واحده. يبقى انا عايز اجيب البي بتاعت ال N2O والبي بتاعت ال NO صح؟ اه تمام. طب يلا كمل. هنجيب الاول الاكس هنجيب الاكس N2O والاكس بتاعت ال NO. جدع. بص بقى محمود بص يا باشمهندس ركزوا معايا. انا دايما عايز ابتدي بالمطلوب. دايما عايز ابتدي بمين؟ بالمطلوب. اكتب المطلوب وبعد كده اشتغل عليه. تعال نشوف. ادي انا كاتب ايه الجيفن اللي عندي اهي. فين الجيفن اللي عندي؟ ادي الماس بتاع ال N2O اللي هي على الشمال والماس بتاع ال NO والبي توتال. انا عايز البي بتاعت ال N2O وعايز البي بتاعت ال NO. هبتدي بالمطلوب. يلا هنجيب المطلوب اهو المطلوب بتاعي. واحده واحده محمود. البي N2O اكتب قانونها على طول. يبقى انا دايما ابتدي بالمطلوب. بي N2O هتساوي ايه يا محمود؟ هو البريشر كله.
ولا ايه ان تساوي البريشر كله ازاي؟ لا 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 معلش اكس ان 2 او في البي تي ايوه هو الان نمبر مولز في الان في الان 2 او محمود بس اللي بيجاوب مش عايز حد يتكلم غير محمود بي ان 2 او ايكوال ايه يا محمود اللي هو الاكس اوف ان 2 او في في البي تور. طيب عايزين بقى نجيب شايفين انا هشتغل على القانون ده حته حته اجيب حته حته هتجيب ايه يا محمود في القانون اول حاجه احنا محتاجينها اكس في ان 2 او والاكس في ان باشمهندسين هو انا لما بشاور بيبان عندكم البري كارسر بتاع اللي انا بشاور بيه لا 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 مش باين حاجه طيب خلاص يلا يبقى محمود هنجيب حته حته هات لي الاكس ان 2 او الاول هتجيبها ازاي نمبر اوف مولز جدع محمود على احنا هنشتغل يا باشمهندسين على القانون حته حته يبقى بي اكس ان 2 او هتساوي ان ان 2 او على ان توتال طب يلا محمود بقى تعال نجيب الاكس ان 2 او حته حته انا محتاج اجيب مين يا محمود النمبر اوف مولز ان 2 او بتاع مين بتاع الان 2 او طب محمود انا شوف انت بتقول في دماغك انا عايز النمبر اوف مول يبقى دماغي بتفتح على كام ناحيه اثنين محمود على اثنين يا ايه يا ايه اللي هو الويت او الماس يا ماس على مولر ماس يا مين لو انت عندك فوليوم يبقى ويت على على احنا قلنا الماس على المولر ماس هو الويت على مولكيولر ويت ده قانون واحد لو انا عندي وزن لو انا عندي فوليوم يبقى بي في على بي في على ار على برومايد يا جازلو خلاص يبقى انا تاني تمام. عايزين دايما نركز انا عايز احسب النمبر اوف مول اه هي مش عندي فانا عايز احسبها يبقى اول ما عاوز احسبها اعمل ايه يا ماس على مولر ماس يا بي في على ار تي طب محمود هتجيب النمبر اوف مول بتاع الان 2 او هنا من انهي قانون ماس على مولر ماس ولا بي في على ار تي ماس على مولر ماس تمام ادي ماس على ماس على مولر ماس جبنا النمبر اوف مول بتاع الان 2 او يبقى الجزء اللي فوق ده جبناه طب عشان اجيب الاكس ان 2 او تاني يا محمود اجيب مين ايه معلش اخر حاجه احنا جبنا مش احنا قلنا هنبتدي من بالقانون صح اه اهو تمام بي ان 2 او اكس ان 2 او بي توتال هنمسك حته حته نجيبها اكس ان 2 او بتساوي مين ان ان 2 او على ان توتال صح ان تمام صح يا محمود معاك يا دكتور تمام اه طيب جبنا ال ان ان 2 او جبتها ازاي يا محمود اللي هو الماس على مولر ماس جدع فاضل ان انا اجيب مين ال ان توتال طيب هتجيب ال ان توتال ازاي يا محمود هو المفروض اجمعهم على بعض جدع وبعدين يعني ايه تجمعهم على بعض اللي هو النمبر اوف مولز بتاع ال ان 2 او والنمبر اوف مولز بتاع ال ان او جدع محمود جدع طب ازاي هتجيب النمبر اوف مول بتاع ال ان او هو احنا مش مدينا الماس بتاع ال في ان 2 او هجيبها على المر اللي هو ال ان 14 هنجيب ان ب 2 ان 2 يبقى 2 في 14 و ب 16 ده كده كده انت جبت النمبر اوف مول بتاع ال ان 2 او ان 2 او عايزين نفس الكلام اعمله في ال ان او وبعد كده اجمعهم على بعض عشان اجيب ان توتال طيب ثانيه واحده محمود حد ليه راي تاني يا باشمهندسين يقدر يجيب بيها ال ان توتال كل حاجه لوحدها ايوه كل حاجه لوحدها ماشي يا دكتور واحده واحده بس السؤال ايه يا جماعه ثاني معلش حد يقدر يجيب لي ال ان توتال بطريقه ثانيه انا اقدر يا دكتور اللي هي البي هو قال مع بعض ونجيب كتله الملايات كلها للركبيه لا ده يعني 0.825 على دكتور احنا ممكن نعمل الماس توتال على المولر ماس توتال هو ده اللي انا مستنيه ده اللي انا مستنيه مين اللي بيتكلم حنين حنين غلط يا حنين شكرا انا ليه بقى انا يعني انا يعني انا عايزكم تغلطوا يعني اللي الباشمهندس اللي محمود قاله في الاول صح انا عايزكم تغلطوا لان الكلام ده هيجي في دماغ ناس تانية حنين بتقول لي ايه
اجيب ال N total اجمع الماس بتاع ال N 2 O بلس الماس بتاع ال N O على المولر ماس بتاع ال N 2 O بلس يا ريت نقفل المايك. بلس المولر ماس بتاع ال N O. طب حنين ركزي معايا كده، المولر ماس بتاع N 2 O بلس المولر ماس بتاع ال N O هيساوي كام؟ السؤال تاني معلش يا دكتور. المولر ماس بتاع ال N2O بلس المولر ماس بتاع ال NO هيساوي كام؟ الماس بتاع المولر ماس بتاع N2O ده هيدينا 28 plus 16 هيطلع plus 14 plus 16 صح؟ اوكي. فانا ابتدي بعتبر ان كأن المركب N2O NO. هل في حاجة اسمها كده؟ مش حاجة اسمها كده طبعا. صح. يبقى انا لما عاوز اجيب ال N total يا باشمهندسين ما ينفعش اجمع الماس بتاع الاثنين على المولر ماس بتاع الاثنين. يبقى في قاعده كده بتقول لي ايه؟ ان انا ما ينفعش اجمع المولر ماس لمواد منفصله عن بعضها. طيب امال اعملها ازاي؟ زي ما محمود قال ان انا اجيب ال N بتاعه ال N2 لوحدها واجيب ال N بتاعه ال N لوحدها واجمع الاثنين على بعض. في مشكله؟ هو دكتور انا فاهمها رياضيا بس هو الفكره انا مش فاهم يعني لما حضرتك شرحت لها كده ليه مش عارف يعني مش عارف فاهم الفكره. انا ولا فاهم رياضيه ثانيه اقول لك عشان انت عملت مركب تاني خالص. مين اللي بيتكلم؟ مين اللي كان بيسال؟ انا احمد يا دكتور. بص يا احمد تعالى كده يا احمد نحسب المولر ماس بتاع ال N2O زائد ال NO. لو معاك ورقه وقلم اكتب كده معايا. ما هو رياضيا يا دكتور انا فاهم هو اصلا في المقام هيبقى فيه حدين فانا مش هينفع ان انا بعد كده اوزعهم. لا ما ينفعش مش بالرياضه انا مش في ليكتشر رياضه انا في ليكتشر كيمستري. طيب تمام اكتب كده معايا هتبقى 28 صح؟ تمام زائد 16 تمام زائد 14 تمام زائد 16 تمام صح؟ فانا كده ال 28 دي N2 O NO. هل في مركب اسمه كده؟ لا ده كيميائية. فهمت يا محمود؟ فهمت يا احمد؟ ايوه يا دكتور تمام. يبقى انا يا باشمهندسين باكد ان انا ما ينفعش اجمع المولر ماس لمواد منفصله عن بعضها. طيب لان كده انا بعتبرهم كانهم مركب واحد وده الكلام ده غلط. حنين دكتور انا حسبتها بالورقه والقلم. فهمتي؟ اه يا دكتور فهمت. مين دكتور انت معاك الارقام اقول لك بالورقه والقلم. محمود اللي كان بيتكلم. قول يا محمود. بقول له الارقام ولا معاك قدام حضرتك الارقام يعني اقول صح ولا غلط ولا ايه؟ الارقام قدامي يا محمود. الارقام قدامي احنا بس ايه بنحل المساله دلوقتي مع بعض مش مشكله ارقام. طب دكتور معلش يبقى محمود كمل معاه محمود المساله يبقى بي ان 2 او بتساوي ايه؟ معلش انا اسف بس عشان انا عايز اقول حاجه يعني هو دلوقتي كده هو مفيش طريقه ثانيه غير قال عليها محمود يعني عشان دماغي لفت. اه بالظبط لازم بالظبط اجيب النمبر اوف مول ده لوحده والنمبر اوف مول ده لوحده انا عايز احلها ورا حضرتك يا دكتور. ما جبناش من الاثبات من الاول يا دكتور اللي هو الاثبات ان احنا مثلا نجيب بي ان 2 او على بي توتال بتساوي ان 2 او على ان توتال. طب فين اصلا يعني ليه اصلا جبنا الاكس من الاول؟ طب ما دي هتبقى اسهل اللي هو في الاثبات اصلا يا ابني. ما انت عندك البي ان 2 او مش موجوده. ايوه ما هي دي هتبقى المجهول في الثلاث في الحسبه كلها. الان ان 2 او مش موجوده كده كده لازم تجيبها. هنجيبها كده كده والان توتال خلاص عايز تحطها في قانون واحد مفيش مشكله بدل ما نجيب الاكس يعني مفيش مشكله كلامك صح خلاص. طيب يبقى باشمهندسين حضرتك خلصت الحل؟ لا لسه كمل معايا محمود. ماشي معاك يا دكتور. البي ان البي ان 2 او يا محمود هتساوي مين؟ اكس ان 2 او في مين؟ البي توتال. في البي توتال هنجيب حته حته اكس ان 2 او الاول ان ان 2 او على ان توتال. ان ان 2 او جبناها منين؟ من ماس على مولر ماس اهي طلعت ب 0.21. طب عايز اجيب الان توتال يبقى لازم اعمل ايه يا محمود؟ اجيب النمبر اوف مولز بتاع الان 2 او اجيب الان بتاعت الان او الاول اهي ماشي صح؟ تمام يبقى نرجع نجيب الاكس. اجيب الاكس ازاي؟ ادي النمبر اوف مول بتاع ال N2O اللي هو 0.021
على ال N total اللي هو ال N بتاعت ال N2O plus ال N بتاعت ال NO. معايا؟ تمام. بيساوي مين يا محمود؟ 0.4286. كده جبنا ال X. نرجع للقانون بتاعنا الأساسي. أهو. جبنا ال X خلاص. ندخل على الترم اللي بعده. أنا عايزك تتعلم. أنت دلوقتي بقيت يعني باشمهندس وبقيت راجل في كلية هندسة. فتتعلم ازاي تمسك المسألة step by step. مش عايزك تدخل في المسألة كده يعني ايه بدماغك. اللي يجي قدام يجيبه. مش هتوه. فانا بكتب الاول القانون بتاعي. وبعد كده اجيبها حتة حتة. طب خلاص خلصنا ال XN2O. نخش على الحتة اللي بعدها. ال B-total. هل ال B-total عندي؟ خلاص. عندي. خير وبركة. فرحت عامل ايه يا محمود؟ هجمع الـ number of moles في N2O و number of moles في NO و عشان اجيب يبقى الـ BN2O بتساوي الـ X بتاعت الـ N2O اللي احنا جبناها ايه؟ في الـ B-total صح؟ تمام. طب عايزك تجيب لي الـ B بتاعت الـ NO يا محمود. هجيب اللي هو الـ X بتاعت الـ NO في الـ B-total. الـ X جبناها هنقول نمبر اللي هي طلعت معانا 0.044. جدع ماشي. طب باشمهندسين احنا بقى بقينا ناس ايه بنفكر. طب انا عايز حد يجيبها لي في خطوه واحده. هو كلام الترحم الماينس ماينس بي ان بي توتال زي الترحم زي توتال ماينس بي ان او 2. جدع. مش احنا قلنا محمود ان بي ان او زائد بندي بي ان 2 او بيساوي البي توتال؟ تمام. فلو طرحت ده ناقص ده هيدهني في خطوه واحده صح؟ ايوه صح. احنا لو طلعناها وعملنا بلس وطلعت ايكوال التوتال هنبقى كده عملنا تشيك مش كده؟ اه كده كده لازم يعني انت بتقولي لو جبتيها بطريقه محمود وجمعت الاثنين يطلعوا البي توتال؟ عشان انا يعني انا بحلها معاكم فطلعت معايا غلط فتاكدت ان في غلطه في الثاني. مين الباشمهندس اللي قال لي ان النت يا ريت نقفل المايك. انا 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 مين الباشمهندس اللي قال لي النت فصل عندي؟ انا يا دكتور. يلا عشان تحل معايا المساله دي. طب معلش هو الحل الغلط كان ايه؟ طيب عندي سؤال. طب ثانيه واحده يا باشمهندسه وهجاوب لك على سؤالك. الحاجه الغلط بص يا اسمك ايه؟ احمد. يوسف احمد. يوسف. يوسف احمد. بص يا يوسف لما جيت سالت قلت لهم ازاي هجيبوا ال N total. ففي ناس قالت ان انا هجمع الماس الوزن بتاع الاثنين على المولر ماس بتاع الاثنين. الكلام ده غلط يا محمود يا يوسف. ليه الكلام ده غلط؟ ايه بقى ليه؟ لان انا ما ينفعش اجمع مولر ماس لمواد منفصله عن بعضها. يعني ان 2 او المولر ماس بتاعه كام؟ 28 زائد 16 بلس 14 بلس الكتله الموليه. خلاص. فانت كده بتعتبرهم كانهم مركب واحد فده غلط. ايوه صح. طب اجيبه ازاي؟ يبقى لازم اجيب ده لوحده وده لوحده النمبر بتاع ده لوحده والنمبر فول بتاع ده لوحده واجمعهم على بعض. تمام. كانت في باشمهندسه بتسالني دلوقتي على الار. ايوه يا دكتور. هو حضرتك قلت طيب. من شويه ان البي اي على البي توتال بتساوي الان اي على الان توتال. ينفع اعمل مثلا البي اي على البي بي بتساوي الان اي على الان بي ولو واجيب البريشر بتاع الان او؟ تعملي ايه؟ ايه ده؟ تاني معلش. يعني اقول البي البي بتاع N2O على البي بتاع NO بيساوي الN بتاع NO2 والN بتاع NO وعمل طرفين في وسطين وهجيب البريشر بتاع NO. ماشي. اكتب الكلام اللي انت بتقوليه ده كده في ورقة عندي عشان انا تهت منك. دكتور هي كده تقريبا هتبقى صح لانها نسويها مع انا بس ثانيه الاساسي اصلا. ثانيه واحده بس اجيب قلم. الكلام مظبوط. لا مش هينفع عشان يكون في اتنين مجهول كده.
ما انت في الاول جبت ال بي ان 2 او اللي هي اصغر من الاول كده طريقه الماينس تبقى اسهل بكتير. بتقولي ايه يا باشمهندسه؟ قصدي يعني ان احنا عندنا البي بتاع ان 2 او وعندنا الان بتاعت الان 2 او وعندي الان بتاعت الان او كده بقى لي البي بتاعت الان او اعمل من النسبه من اللي هي النسبه اللي حضرتك قلت عليها في الاول دي طرفين في وسطين واجيبها. يعني انت بتقولي ان البي اي البي اي على البي بي تمام ايكوال مين الان اي على الان بي ان اي على ان بي صح؟ أو ثانية فانت لو قسمتي ده على ده فانت قصدك ان البي توتال هنا هتروح مع البي توتال هنا يبقى البي اي على البي بي ايكوال اكس اي اللي هي الان اي على الان توتال واكس بي اللي هو الان بي على الان توتال. فانت عايزه تجيبي البي بي بالطريقه دي الثانيه تمام. طيب ماشي مفيش مشكله من وانت برضو ممكن تجيبيها من واحد ماينس البي ان 2 او في خطوه واحده. تمام صح ايوه تمام. طيب كانت في باشمهندسه بتتكلم على الار. مين الباشمهندسه؟ انا حنين يا دكتور برضو. حنين برضو. طيب ركزي بقى معايا حنين في دي عشان تعرفي ايه هي الار. اوكي. طب انت قريتي المحاضره اللي فاتت او سمعتي الفيديو؟ لا. طيب ركزي معايا هنا وانا هقول لك ايه هي الار. تمام يلا يا يوسف. ماشي اقرا. A value, a volume, point 0.54 liter of argon measured at 72 centi, centi زئبق يعني, and 15 celsius, together with 2.32 gram of neon, بين قوسين atomic weight band 0.20. are placed in a 2-liter flask. What will be the partial pressure of the two gases when the gas mixture أقولك على حاجة أقولك على حاجة يا يوسف. ضرب خلاص بس مش معي. أنا أقسم بالله ما فهمت ولا كلمة. أترجم يعني ولا أعرف؟ لا مش تترجم. أنت عارف ليه؟ بص يا يوسف عايزين نتعلم حاجة. كل حاجة أقراها أطلعها على جنب لأن أنت هتيجي في الآخر هو انا قريت ايه اصلا. ايوه لو قريتها 100 مره ماشي. يلا يا يوسف. فاليوم فاليوم 0.54 من الارجون يبقى هو كده مديك ايه يوسف؟ حجم الارجون بيساوي 0.54. تمام. ميجر دقات 72 سنتيمتر ميركوري يبقى ده البريشر بتاع مين يا يوسف؟ ده البريشر بتاع الارجون برضه بتاع الارجون برضو. طب باشمهندسين هو احنا شفنا سنتيمتر ميركوري دي قبل كده؟ لا احنا شفنا ايه؟ لا يا دكتور نحولها الاول خلاص يبقى 720 ملي متر ميركوري ماشي. هو بحاول بالسنتيمتر لملي متر تايمز مفت ايه ولا تايمز ايه؟ 720 ملي متر ميركوري. ايوه نقفل المايك. سمع حضرتك اقفل المايك يوسف بس اللي فاتح. ايوه انا فاتح. ماشي يا يوسف يبقى احنا مش واخدين على سنتي من سنتي للمليمتر تايم 10 بس اضرب في 10 اضرب في 10 بس مش انت عندك السنتي فيه 10 ملي. ايوه يبقى 720 ملي متر ميركوري. في مشكله يا باشمهندسين؟ كمل معايا يوسف. اند تمبريتشر كذا يبقى ده مين يا يوسف؟ درجة سلسيوس ده درجة الحرارة بتاعت الأرجون. زي الفل. تعالى كده ننزل واحدة واحدة أهو. دي حاجة مين؟ الأرجون. يبقى الأرجون حجمه 0.54 لتر والبريشر 720 ملي متر مربع والتمبريتشر بتاعت الأرجون 60 درجة
روتين ده. عرفت يوسف انت بتطلع ازاي حته حته في المساله؟ ايوه عرفت. ايوه ايوه عرفت. تمام دكتور اعتذر على المقاطعه حضرتك، بس هو انا عشان معتاد ان البريشر بما هو مديني الفوليوم يعني بالليتر، فانا خليت الباقي كله بقى اتوم وكلفن والكلام ده كله. صح صح. اصبر ثانيه واحده كمل يا يوسف. تمام. قال لي توجيزر ويز خلاص مع البشمهندس اللي كان بيسالني دلوقتي على اليونتس. انا بس السنتيمتر دي انا ما شفتهاش قبل كده. طب ايه اللي انا شفته زيها مليمتر رحت محولها في السكه. تمام كمل يلا يا يوسف. توجيزر ويز 2.32 جرام اوف نيون، يعني خلطه مع كتله نيون 2.32 جدع اهو. يبقى تعالى نشوف، يبقى توجيزر ويز خلطتها مع مين؟ مع النيون. النيون كان وزنه 2.23 جرام والمولر ماس بتاعه 20. طيب توجيزر ويز كذا في ايه؟ في ايه يا يوسف؟ ار بليسد ان 2 لتر فلاسك، مش عارف يعني فلاسك بس اكيد اناء يعني. فلاسك 2 لتر درجه حرارته كذا. بس باشمهندسين عايزين نفهم المساله. تخيل كده ان انت عندك فيها ازازه، ازازه كده فيها اركون حجمه 0.54 لتر، ضغطه 720 ودرجه حرارته 288، وجبت ازازه تانية. يبقى انا عندي ازازه وجبت ازازه تانية. الازازه التانية دي فيها نيون وزنه 2.32 جرام والمولر ماس بتاعه 20 جرام. يبقى ازازه فيها ارجون بالظروف دي وازازه فيها نيون بالظروف دي. عملت ايه؟ جبت الازازتين رحت مفضيهم في ازازه تانية. الازازتين فضيتهم في ازازه تانية، واحده حجمها 2 لتر ودرجه حرارتها كام؟ 15. لا الازازه الكبيره 100 اللي هي 373. انتوا فهمتوا كده المساله؟ طيب انا عايز اجيب ايه؟ عايز اجيب البريشر بتاع كل غاز. بس هو ايه بس معلش يا دكتور اتوميك دبليو تي بوينت 20 دي اللي هو الاتوميك ويت يعني ايه؟ كتله ذريه اللي هو الوزن الذري كونستنت ده ثابت. انا بدولك في المساله عشان تحسب منه المولر ماس. يعني الاتوميك ويت ده نيون خلاص. ايوه ايوه زي الان زي الان بتساوي مش عارف 14. تمام تمام بالظبط فهمت كده. زي الان بتساوي 14. فهمت كده يا يوسف؟ يبقى فهمتوا المساله. طب انا عايز احسب ايه دلوقتي؟ عايز احسب البريشر بتاع كل غاز في الازازه الكبيره اللي هي الاثنين. اجيب البي بتاعه الارجون والبي بتاعه النيون. يلا يا يوسف هات لي البي بتاعه الارجون. ابتدي بالمطلوب. هتجيبه ازاي البي بتاعه الارجون؟ ممكن قانون بي بي في بتساوي ان ار تي. مديني التي ومديني البي والار ثابت وبس احول الوحدات وبس. تمبريتشر مان. طب ما هو مديك البي يا يوسف انت عايز ايه؟ هو عاوز البي بتاع هو عاوز البي بتاعت مين؟ بتاعت الارجون. عايز البي بتاعت الارجون والبي بتاعت النيون. هو مديني البي بتاعت مش مديني البي بتاعت الارجون ولا مديهاني؟ لا مديهاني. يبقى اجيب البي بتاعت النيون. معلش انا مش فاكر ده يا دكتور. لازم يكون قبل ما يحطه في ال انا المفروض اطلع الار الاول. ثانية واحدة لحظة بس هطلع ايه دلوقت؟ عايزين عدد مولات الارجون. انا مش عايز حد يتكلم. اتكلم يلا يا يوسف. هو يوسف بيقول لي ما البي بتاعت الارجون عندك اهي انت عايز ايه؟ طبعا الكلام ده مش صح. ليه؟ عايز عدد المولات. ايوه انا هجيب منها الان. ليه البي بتاعت الارجون دي مش صح؟ لان دي لما كانت في ازازة لوحدها. انا عايز البارشال بريشر بتاع كل غاز لما تحط في الكونتينر اللي هو ال 2 لتر ودرجة الحرارة 373. فهمت يا يوسف؟ يعني البي بتاع الأرجون ما اتغير لما حطيناه مع غاز تاني في إناء. أكيد في إناء حجمه مختلف. طب يعني أنا هحسبه تاني ولا صح؟ ولا أجيب الإن؟ طب صح ولا لأ؟ تمام. طب يبقى نشتغل بقوانين دالتون. مش هو ده بارشال بريشر يا يوسف؟ هو عاوز البارشال بريشر. يبقى اجيب البارشال بريشر ازاي بتاع الارجون؟
من الاكس بتاعت الارجون في البي توتال. طب والاكس بتاعت الارجون انا طب هتجيب الاكس بتاعت الارجون ازاي؟ الان ارجون على ان تي. صح، ان ارجون على ان توتال اهو. طب تعالى بقى نجيب حته حته. اجيب الان بتاعت الارجون ازاي يا يوسف؟ من كون بي بي بتساوي ان ار تي. جدع، ما هو انا عاوز اقول له اول ما عاوز احسب الان دماغي بتروح على حاجتين، يا ماس على مولر ماس، يا بي في على ار تي. صح؟ صح ولا لا؟ ايوه ايوه تمام تمام. فانت عايز تجيب الاكس بتاعت الارجون، الان بتاعت الارجون، فهتجيبها من بي في على ار تي اهو. البريشر بكام؟ البريشر ب 720 ملي متر كيوب. ملي متر، ملي متر مركري. انا بشتغل بالملي متر مركري. لا، على حسب الوحدات اللي قدام. على حسب انت عندك الفوليوم بايه؟ باللتر. يبقى لازم تستخدم البريشر بايه؟ باسكال او اي تي ام. لا باسكال، باسكال 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 او اي تي ام. بس انا هنا، بس انا باسكال اتموسفير. هنا المفروض اتموسفير. طالما الفوليوم باللتر يبقى لازم البريشر كبير. لو البريشر بالباسكال. ماشي ماشي يا يوسف تمام. طيب معلش انا مش فاهم الحته بتاعت ال حط الفلاسك بالطول. هقولها تاني. 0.45 في 45 ما ادريش. نعم تمام. هاي موضوع تاني انا محرز. يبقى بي في على ار تي. هي دي مساله ولا لسه في بعدها كمان؟ لسه هحل، لسه هدخل على جرهام. عندك مشكله؟ لا لا تمام. طيب يبقى كمل يا يوسف. يبقى ان ارجون بتساوي مين؟ بي في على ار تي. معايا يوسف؟ ايوه. طب هجيب البريشر ازاي؟ البريشر اللي هو مديهولي احوله. هو مديهوني هحوله، قسمته على 760 عشان احوله للاتموسفير. يبقى طالما البريش، طالما الفوليوم باللتر، يبقى غصب عني البريشر لازم يكون بمين؟ بالاي تي ام، بالاتموسفير. ساعتها لازم تكون الار بايه؟ ركزي يا حنين، الار بايه؟ بين بوينت 0.0.82. يبقى حنين طالما البريشر بالاتموسفير لازم دي تبقى باكج على بعضها كده، البريشر اتموسفير، الفوليوم لتر، احط الار 0.082. البريشر بالباسكال يبقى احط الفوليوم بالمتر كيوب، يبقى الار ب 8.314. دي كده. طيب دي كده يعني على بعضها. يعني الار دي اساسا رقم كونستنت، بس على كونستنت. حسب الميجرنج يونت اللي بنستخدمها نختار الرقم على اساسه. صح ماشي تمام. يبقى لو البريشر بالاتموسفير والفوليوم لتر، ما ينفعش اصلا غير كده، لازم البريشر بالاتموسفير غصب عني الفوليوم يبقى باللتر، يبقى 0.082. بريشر بالباسكال، الفوليوم بالمتر كيوب، يبقى غصب عني الار تبقى 8.314. اوكي طيب احنا كده جبنا النمبر اوف تول بتاع الار. طيب معلش يا دكتور، بس اخر حاجه، هي الار دي بقى بتمثل ايه اصلا؟ كونستانت، يونيفرسال جيس كونستانت. ده جبناه المره اللي فاتت من اثبات. اتفرجي على المحاضره، لو فيها حاجه اساليه. طيب تمام. ميرسي يا دكتور. تمام. طيب. دكتور معلش، هو الكونستانت لازم نحفظه الرقم. ايوه تمام اوكي شكرا. طيب كمل يلا يا يوسف. ازاي الار كونستانت وما قاليش ات اس تي بي؟ على اساس ايه انا استخدمتها اصلا؟ هو الار اصلا كونستانت من غير الار، من غير اس تي بي. الار اصلا باشوان رد عليك، هو الار كونستانت من غير اس تي بي. انا حسبته عند الظروف دي، فبقى كونستانت عندي في كل المسائل. بس انا حسبته امتى؟ تحت عندي كونديشن، تحت الكونديشن الاس تي بي. تمام تمام. يعني الار كونستانت في مساله، اي كونديشنز الار كونستانت فيها؟ تمام شوف. طب ثانيه واحده عشان سي الاسبوع ده زوجة. انا صوت راح. هو الدكتور راح وجاي. يوسف موجود؟
ايوه انت انت محمود ياد ولا هو الدكتور هو الدكتور المحاضر اللي فات وقف لغايه ايه؟ شد حالك كده حضر مش عايزينك تتخلف مننا باشمهندسين. انا بس ماشي يا دكتور شكرا. انا بس بفكركم ان الناس اللي عندها لابات يوم الخميس محاضرات معامل يوم الخميس هتوزع نفسها على يوم الثلاث والاربع اي وقت انت فاضي فيه تعالى فيه اللي هم السكاشن الزوجي ماشي يعني انت عندك معمل يوم الخميس واجازه يا دكتور هو يا انت عندك معمل يوم الخميس يا دكتور هنوزع نفسنا على اساس ايه مش يعني هو الجدول كده اليوم ده مش موجود يعني يا دكتور هنحضر مع اي سيكشن عادي مع اي سيكشن يوم الثلاث او الاربع طيب تمام خلاص نكمل مسالتنا طب يا دكتور والاتندنس بقى هناخده منك يعني هناخده منك في الكلاب اللي انت هتحضر فيه تمام يا دكتور هو اي مادة ممكن ولا الكيمستري بس دكتور انا بتكلم على الكيمياء طب دكتور هو الفردي حضر الاسبوع اللي فات ولا لا طب هو انا لسه مسجل قدرتش اعوضه الاسبوع ده اعوضه مع مين بقى مع اي حد التلاتة يلا اربعة الاسبوع ده بس كان اكسبشن عشان الناس ما كانتش عارفة بعد كده في غياب هيتاخد نكمل بقى محاضرتنا باشمهندسين مركزين ايوه طيب كده احنا جبنا الان بتاعه الارجون عايزين نجيب الان توتال يلا يا يوسف هتجيبها ازاي الان توتال هجيب الان بتاعه بتاعه المليون بتكلم ولا عشان حاسس الدنيا تاني عايز ايه مين اللي كان بيسال مين اللي بيسال انا مش سامع حاجه نرجع زي النت فصل عنده طيب نكمل يلا هتجيب الان توتال ازاي يا يوسف اجيب الان نيون وبعد كده هتجيب الان نيون منين هجيب الان بس مش معايا حاجه اجيب الان نيون هتجيب الان نيون منين من الاولاد يا دكتور لا هو هيقول جمال اكس ارجون ممكن اجيب الجي تي ممكن اجيب الجي تي عندك الماس والمولر ماس بتوع النيون انا مش واخد بالي ايوه فهتجيب النمبر اوف مول بتاع النيون منين اقسم الماس على المولر ماس بس يبقى انت كده هتجمع الاثنين يديك مين هجمع الاثنين يديني الان تي هيديك الان توتال شايفين معايا معاك طب نطلع ثاني بقى يوسف للقانون الاكس ارجون ان نيون على ان توتال او ان ارجون على ان توتال احنا جبناها طب البي توتال عندك يا يوسف لا بص على الجيف الجدول عندك البي توتال لا هو عايزها طب هتجيبها ازاي هجيب من القانون مثلا البي ارجون بيساوي اكس ارجون بي تي هو اي قانون بيجي على دماغك بتقوله ما انا عايز البي ارجون اكس ارجون في البي توتال البي ارجون هي اللي انا عايزها مش البي توتال هو اللي عايزها مش هو عايز البارشال بريشر بتاع كل جهاز مش ونسين هشرح المساله تاني من الاول تمام انا ممكن دلوقتي عندي جبها بالبي في ان ار تي ايوه صح بي ان ار تي معايا الفي اللي هو 2 واستخدم الفي ال 2 تاني انا خلاص انا دلوقتي عندي ارجون عشان الباشمهندس كمان اللي سال عندي ارجون في ازازه لوحدها وعندي نيون في ازازه لوحدها فضيت الازازتين في ازازه كبيره حجمها 2 لتر مين اللي هيتغير لما افضي الازازتين هل النمبر اوف مول هل النمبر اوف مول بتاع الارجون والنيون هيتغير لا لا مش هيتغير مش هيتغير انا خدت الازازه كلها فضيتها فالنمبر اوف مول مش هيتغير صح مين اللي هيتغير لان انا حطيتهم في حجم تاني صح تمام تمام فانا دلوقتي عايز اجيب البي بتاعه الارجون لما حطيتهم في الحجم الكبير ده فقلنا البي بتاعه الارجون هجيبها ازاي
اكس ارجون في بي توتال. طب اكس ارجون هجيبها ازاي؟ ان ارجون على ان توتال. ان ارجون على ان ارجون عايز اروح اجيبها، اجيبها ازاي؟ اهو ده الارجون نمبر يبقى بي في على ار تي. طب ان توتال اجيبها ازاي؟ اجيب الان بتاعت النيون الاول. طب اجيبها منين؟ ده انا عندي ماس على مولر ماس، المساله بسيطه جدا، اروح جايب الماس على المولر ماس، جبت الان توتال، خلاص كده انا جبت الاكس. محتاج اجيب البي توتال، ابص كده عندي في الجيفن هل البي توتال عندي؟ لا لا. طب هل اجيبها من هنا من بتاعه الارجون ولا بتاعه النيون ولا اجيبها من البي الاثنين لتر؟ اجيبها من انهي واحده؟ بي في من الاثنين لتر، من الفوليوم اللي هو الاثنين لتر، ان هما الاثنين موجودين في ده. فهقول ايه؟ بي... انا عايز بي توتال، يبقى هقول بي في بتساوي ان ار تي صح؟ هقول بي في بتساوي ان ار تي. بس طالما انا عايز الباشوانسين، عايزين نركز في حاجه على طول، هتبقى في بتساوي ان خلاص اهو فوليوم اهو، يبقى على طول بي في بتساوي ان ار تي. بس انا عايز البي توتال، يبقى لازم يكون الفي مين؟ توتال. ولازم يكون الان مين؟ توتال. توتال اهو اهو، طالما بي توتال يبقى كل القانون توتال. البي توتال دي اللي انا عايزها، البي توتال اللي هي الاثنين، الان توتال اللي هو مجموع الان نيون بلس الان ارجون اللي هو في اخر الصفحه ده. تمام. في الار حنين، طالما ده باللتر وده بالاتموسفير، طالما ده باللتر يبقى لازم الار تبقى 0.082، يبقى لازم البريشر هيطلع بالاتموسفير. ركزي بالاتموسفير. تمام. يبقى الاكس ارجون انا جبتها والبي توتال جبتها، اقدر اجيب البي ارجون ولا لا؟ القانون بتاع بي اي ارجون بيساوي اكس ارجون بي نيون من بي توتال ناقص البي ارجون. وصلت؟ تمام دكتور ماشي. بس عندي سؤال. تمام يا دكتور اتفضلي. هي البي في على ار تي دوت بنستخدمها لو مش عندنا الماس على المولر ماس عشان نجيب الان؟ تمام. قلت انت بص، طالما عندك فوليوم لقيت حته فوليوم كده، اعرفي ان انت هتستخدمي بنسبه 95% بي في بتساوي ان ار تي. اوكي. طب يا دكتور انا حلم اسئله عادي خالص، بس ايه الفكره؟ بس كل ما لاب 2 بجيبها بي توتال صح؟ هي دي الفكره الوحيده اللي جديد. دكتور معلش، انا جبت البي توتال ازاي؟ بصي مش البي توتال دي يعني لما كانوا الاثنين مع بعض. طب الاثنين مع بعض كانوا فين؟ مش كان في الحجم اللي 2 لتر والتمبريتشر 373؟ تمام. يبقى اجيب البي توتال ازاي؟ وباخد الان توتال. البي توتال ايكوال ان توتال في الار في التي، اقدر اجيب البي توتال. البي توتال عندي والان توتال عندي والار عندي والتي عندي. تمام. هو انا كنت ممكن اجيب كل بي لواحده واحده؟ ما هو انت مع... مش هتعرفي تجيبي البي بتاعت الثانيه، هتجيبي البي بتاعت الثانيه منين؟ تمام اوكي. مش انت علشان مش انت عشان تجيبي البي بتاعت الارجون اصلا لازم يبقى عندك البي توتال؟ تمام صح. انت مين بقى؟ نرمين. يلا نرمين حل معايا المساله اللي جايه. تمام. هو اللي بيسال كده لازم يحل. سؤال بس. اتفضل يا باشمهندس. سؤال بس، السؤال اللي هو اللي انا بعيد عن السؤال شويه. اسال. ايوه هو دلوقتي لو هو مديني التوتال فوليوم 2 لتر، فانا مثلا يعني لو قلنا النيون خد مثلا لتر ونص، ده لازم الارجون ياخد النص الثاني يعني يشغل الكونتينر كله ولا مش شرط؟ لا غلط. انت عارف حجم الارجون هيبقى كام؟ لا انا بتكلم بعيد عن يعني بعيد عن السؤال اللي احنا سؤالك كمان. حلو جدا على فكره باشمهندسين، كلكم تركزوا في السؤال ده. انتوا عارفين انا عندي ارجون وارجون ومين؟ نيون. ارجون ونيون حطتهم في كونتينر 2 لتر، انتوا عارفين حجم الارجون هيبقى كام؟ كل كونتينر 2 لتر. 2 لتر. عارفين حجم النيون كام؟ 2 لتر. 2 لتر. لتر. عارفين حجم الاثنين كام؟ 2 لتر. 2 لتر برضه. 2 لتر. ركز بقى يا باشمهندس في سؤالك، في حاله الايديال جاز احنا هنعرف الله في المحاضره الجايه هشرح لك الحته دي بالتفصيل. في حاله الايديال جاز انا بعتبر ان الملكيول كبوينت ماس، يعني ملهاش لا حجم ولا كتله، كان الارجون موجود لوحده. افتكر الحته دي واسالني عليها المحاضره الجايه هشرحها لك بالتفصيل. اه
خلاص تمام. بص سؤالك حلو جدا. اعتبر ان الاثنين لتر في نفس الكونتينر اللي هو التنت. اعتبر مليكيول ايه تفصيل المره الجايه ان شاء الله. طب دكتور معلش عندي سؤال. هو انا دلوقتي لو كان البري اسمه ده لو الفكر اللي انا هكمل فيه مثلا اللي هو 0.54 لتر فهو كده البريشر مش هيتغير ولا برضه هيتغير لما اجي حتى اضمهم على بعض؟ لا لما احط النيون البريشر هيتغير لانها بقت زحمه. البريشر كده هيتغير يعني هي يعني مش عشان نفس الكونتينر فمش هيبقى نفس البريشر كده 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 بدلها هضيف حاجه على حاجه لا. فالبريشر هيتغير. ايوه البي توتال هتتغير طبعا. تمام لان انت زودت النمبر اوف مولز بتاعه النيون. ماشي تمام. دكتور تخيل ان انت قاعد لوحدك في اوضه. تمام مع اتنين اصحابك. تمام عاملين ضغط على الاوضه. صح. رحت مدخل على نفس الاوضه دي 20 واحد مش هتنفع. الضغط هيتغير ولا لا؟ الضغط هيزيد جدا طبعا. بالظبط. طب تخيل ان انت مع قاعد انت واتنين اصحابك في اوضه وحد والاثنين مشوا تاني... ولا وفي واحد تاني قاعد مع اربعه اصحابه في الاوضه. مش انت هنا كنت مسبب ضغط في اوضتك؟ تمام. والتانيين كانوا مسببين ضغط في اوضتهم؟ تمام. خدت الاثنين رحت حطيتهم في مكان مختلف خالص مش الضغط اتغير خالص؟ الضغط طبعا اتغير بس عدد اللي في الاوضه بتاعتك هو هو ولا لا؟ هو انا خدتك انت واتنين زمايلك دول رحت حاططكم في مكان ورحت واخد التاني مع زمايله ورحت حاططهم في نفس المكان خدتكم كلكم يبقى النمبر اوف مول ثابت بس البريشر هو اللي ايه؟ كل جزء لما بتحط في حته بيسبب البريشر بتاعه مع باقيين. بالظبط. شكرا يا دكتور. ماشي اتفضل. لا فاضل لنا ساعه تقريبا. دكتور دكتور احنا عندنا محاضره الساعه 4 ونص محاضره 4 ونص قبلها وفي حاجات. طيب انا هحاول سكشن سكشن وانا مش ورايا ماشي ما لسه بدري. طب دكتور ممكن اسال سؤال؟ انا قلت لك دلوقتي عايز حاجه من الاخر. ايوه ماشي هو لسه بدري بس لسه الساعه قبل ما تستريح يعني. سوري بس علشان المحاضره اللي باص فيها في الاول وانا كمان انا بحاول امشي سنه سنه لان انا ما بكتبش بايدي فعايز اوصل المعلومه لواحد واحد. انا ممكن اقرا المساله واعديها في ثواني مفيش اسهل من كده بس انا عايز الناس كلها اللي قاعده بتفهم. الباشمهندس اللي بيسال على الميعاد مين اللي سالني على الميعاد؟ انا بس انا مش معترض على حاجه بتقولها خالص يعني. قول لي اسمك. قول لي اسمك. عبد الله. ايه عبد الله مالك؟ انا ليش والله مش بقولش حاجه. انا كل اللي بقوله المفروض ان المحاضره تخلص الساعه 2:30 انا كنت عامل حسابي عشان ورايا معايا فلسه لو طلبت دلوقتي هسه. طيب معلش يا يوسف المره دي بس علشان المشكله اللي حصلت في النت في الاول. يا عبد الله سوري. ماشي يلا كده يا باشمهندس حل معايا المسألة دي. تمام اقراها. طلعي جيفن. تمام. The partial pressure of neon is 0.225 يبقى ده partial pressure بتاع النيون. تمام. والأرجون 0.750 كده احنا معانا partial pressure بتاع النيون والأرجون ممكن نجيب التوتال. تمام. What is the fraction of each gas? عايز المول فراكشن بتاع كل جاز يعني عايز مين؟ الاكس. صح. ازاي بقى اجيب الاكس بتاعت النيون؟ احنا عندنا البي بتاعت البارتشل بريشر النيون ايكوال الاكس النيون في التوتال. زي الفل يبقى نجيب الاكس من البارتشل بريشر بتاع النيون على التوتال. صح. يبقى انا دايما يبقى الاكس يا اما ان على ان توتال يا اما بي على بي توتال. تمام. طيب وازاي اجيب الاكس ارجون؟ الاكس ارجون هي برضو البارتشل بريشر بتاع الارجون على التوتال. طب تقدر تجيبها لي في خطوه واحده؟ ممكن نجيب يعني نعمل ماينس. صح. 1 ماينس الاكس بتاعت الاكس بتاع النيون. خلاص. تمام. طيب يلا المطلوب اللي بعده الثاني. معلش ممكن حضرتك تطلع فوق شويه.
If the mixture occupies 5.10 liter at 100 degrees Celsius, what is the total number of moles? هنا عايز ال N total. صح. طب احنا ممكن نجيبها من ال PV equal NRT. بالضبط. انا عندي volume يبقى خلاص. Volume يبقى خلصت. PV بتساوي NRT. بس انا عايز ال N total يبقى لازم ال B. ال P total. وال V. هي ال 5.10. اللي هي لان دي توتال لان دي بتاعه الميكتشر. تمام تمام صح. اللي بعده ولا ايه؟ تمام. يبقى احنا كده جبنا الان توتال. اللي بعدها انا عايز الماس بتاع كل جاز. من الان بتاعه كل جاز. صح. ما هو انا عشان اجيب الماس ما عنديش غير قانون واحد اللي هو النمبر اوف مول ايكوال ماس على مولر ماس. صح. تمام. اهو نمبر اوف مول ماس على مولر ماس. طيب المولر ماس عندي انما النمبر اوف مول مش عندي. تمام. طب اجيب النمبر اوف مول منين؟ من الاكس. الاكس اكس ان على ان توتال. فجبت الان بتاعه الان نيون اعوض اجيب الماس. فهمتوها؟ فاهمين يا باشمهندسين؟ تمام. فين عبد الله؟ شكله خرج. نكمل. موضوع كبير. موضوع كبير. كده احنا خلصنا مين؟ دالتون. الايديال جاسس. دالتون اوف بارشل. خلصنا دالتون زلو. هناخد جرهام زلو بسرعه كده. خلاص هناخد جرهام زلو بسرعه كده. ويعني ان شاء الله نص ساعه بالظبط ونخلصه. دكتور هو حضرتك هتنزل بي دي اف؟ والله بص انا كنت هنزل لكم بي دي اف بس يعني لسه هنحل المشكله دي. يعني هقول لكم بالظبط هنعمل ايه. انا موجود في انا ببقى موجود في الكليه. لو حد عايز يبقى يجي يسال على حاجه يجي يسال. انا هقول لكم على مشكله البي دي اف دي هنحلها ازاي. هنذاكر ده ان شاء الله من طب هنذاكر ماشي. ما هو من الفيديو. الفيديو طب هو الفيديو هيبقى موجود امتى؟ الفيديو موجود تقدر تنزله. هو اصلا في مشكله في حوار البي دي اف. طب دكتور معلش ممكن دلوقتي تاخدوا سكرين شوت حضرتك تبعتهم لنا او تنزل. طيب انا هرجعها لكم تاخدوها سكرين شوت بس بعد ما اخلص المحاضره. اخلص بس الحته دي ماشي. ماشي باشمهندسين. جرهامز لو اوف افيوجن. قانون جرهام. ركزوا معايا. قانون سهل وبسيط جدا. لو انا عندي غاز A في كونتينر وعندي غاز B في كونتينر تاني. عندي غاز A وعندي غاز B. خلاص. وقلت ان التو كونتينر دول at the same دكتور معلش على مقاطعتك. لو حضرتك بتعرض حاجه فهي دلوقتي الصوره واقفه. مش عارف ده هل عندي ولا مسكوت. الصوره واقفه. الصوره عندنا كمان. وقفة؟ ما اتقلبتش. في صورة بس. هي الصورة القديمة بتاعت الدالتون. في صورة المسائل بس اللي معروضة. ثانية واحدة. اتغيرت؟ كده طيب. يا دكتور. طيب. باشمهندسين. جرهامز لو اوف افيوجن. جرهامز لو اوف افيوجن. افيوجن دي معناها تسريب. افرض ان انت عندك غاز A وغاز B. غاز A وغاز مين؟ B. وقلت لك ان التو كونتينر دول عند نفس الضغط ونفس درجه الحراره. حد يقدر يقول لي يبقى الكاينتيك انرجي بتاعه ال A وال B مالها؟ الاثنين بيساووا بعض. صح. ما هو مين اللي بيأثر على طاقه الحركه؟ يا اما بسخن يا اما بضغط. طب افرض ان درجه الحراره والضغط هنا ثابتين في الاثنين. يبقى ده معناه ان الكاينتيك انرجي بتاعه الاي ايكوال الكاينتيك انرجي بتاعه البي. صح. صح. يبقى احنا هنا لما الاقي كلمه افيوجن اعرف ان انا شغال على جرهام. يبقى الكاينتيك انرجي بتاعه الاي بتساوي الكاينتيك انرجي بتاعه البي. طيب باشمهندسين مش الكاينتيك انرجي دي هي نص ام يو سكوير؟ دكتور ممكن سؤال؟ اه يا دكتور. هما نفس الكونتينر ولا كل واحد كونتينر مختلف؟ لا
ده في كونتينر مختلف وده في كونتينر مختلف. وبس الاثنين عندهم نفس البريشر، يعني كل كونتينر عنده بريشر زي التاني. بالظبط، الضغط ودرجة الحرارة. تمام. ما هو مين اللي بيزود طاقة الحركة؟ البريشر والتمبريتشر صح؟ البريشر والتمبريتشر صح؟ تمام؟ يبقى الكايناتيك انرجي، كايناتيك انرجي بتاعت الايه؟ حد عنده الصورة راحت؟ لا لا الصورة واضحة دكتور. الصورة واضحة تمام. هما ليهم نفس الضغط ازاي؟ انا 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 حاطط انا مس انا انا مظبط الضغط بحيث ان الضغط، افرض ان انت مثلا عندك اسطوانه اكسجين في في البيت عندك وعايز تظبط ضغطها عند حاجه معينه، مش هتعرف تظبط ضغطها؟ يعني ممكن اتحكم في ضغطها، في ضغطها بالظبط بالظبط. تمام. فانا عندي غاز A وغاز B، فالاثنين عند نفس ضغط ونفس درجه الحراره، يبقى الكايناتيك انرجي بتاعه ال A هتساوي الكايناتيك انرجي بتاعه ال B ولا لا؟ ايوه تمام. الكاينتيك انرجي انتوا عارفين انتوا خدتوا ايه قانون الكاينتيك انرجي؟ نص ايه هو نص نص ام في نص ام في هاف ام في هاف ام في سكوير في سكوير. طيب احنا بنسمي ال بنسمي ال في في الكيمستري يو، بنسميها ليه يو عشان ما تتلخبطوش ما بينها وما بين الفوليوم. تمام خلاص. يبقى الام دي هي الماس اوف موليكول، الماس بتاع الموليكول الواحد، والفي واليو اللي هي الفيلوسيتي السرعه. تمام. يبقى نص ام اي يو اي سكوير ايكوال نص ام بي يو بي سكوير صح؟ تمام. طب لو الهاف راحت مع الهاف هيفضل مين؟ ام اي ام اي ويو ام اي يو اي سكوير ايكوال ام بي يو بي سكوير صح؟ تمام. لو عايز اخلي اليو لو عايز اخلي اليو في طرف والام في طرف، يبقى هقول يو اي سكوير على يو بي سكوير ايكوال مين؟ ام اي على ام بي سكوير ام بي على ام اي ام بي على ام اي، عشان لما اجي اعمل كروس مالتيبليكيشن ترجع تاني يو اي سكوير ام اي يو اي سكوير في ام بي يو بي سكوير صح؟ صح. حد عنده مشكله؟ لا. طيب لو جبت السكوير اللي هي وزن الموليكيول، وزن الموليكيول تمام. طيب لو جبت السكوير روت للطرفين جذر ثانيه دكتور بعد اذنك هلاقي ان يو اي على يو بي ايكوال جذر ام بي على ام اي. اتفضل يا باشمهندس سؤالك. لا هو مش سؤال، هو حضرتك بس اتلخبطت في كاينتيك انرجي بتاعه الاي كان يو سكوير مش يو بس. يا عمي قلت ايه؟ يعني في سكوير ناقص سكوير ناقص في سكوير عند النص اللي اتشال يا دكتور في سكوير ناقص بس يعني عايز خلاص مش مشكله انا صح. معلش كبر الدي وروق الدي حط سكوير فوق جدع. ده باين ان انت مركز جدع يا باشمهندس كمل دكتور بعد اذنك اتفضلي. هو انا دلوقتي بنقول ان الفوليوم والتمبريتشر هما اللي بيأثروا على كاينتيك انرجي، طب ازاي الفوليوم مش هيأثر؟ مش انا لو حطيت انا ما قلتش الفوليوم انا ما انا عندي التو كونتينر قد بعض بالظبط. تمام. طيب يبقى بسرعة كده نرجع تاني. يبقى جرهام لو ده بيتكلم على فيوجن. لو أنا عندي جاز A وجاز B وقلت التو كونتينر دول at the same temperature and pressure، يبقى الكينيتك انرجي بتاعت الـ A equal الكينيتك انرجي بتاعت الـ B. كينيتك انرجي نص MU square، الـ M دي اللي هي وزن الموليكيول الواحد، هنا يبقى نص MAU square equal نص MBU B square. الهاف راحت مع الهاف، فضل MAU square equal MBU B square. تمام. يبقى يو اي سكوير على يو بي سكوير ايكوال الام بي على الام اي. خدت السكوير روت للطرفين وصلت للكلام ده. طب باشمهندس يبقى يو اي على يو بي ايكوال السكوير روت بتاع الام بي على الام اي، حد عنده مشكله؟ لا. طيب هو الام سمول دي اللي هي الوزن بتاع مين؟ الجزء مولك الجزء. لو ضربتها في عدد افوجادرو هتديني ايه؟ نمبر اوف مولكيولز. نمبر اوف مولكيولز. انا عندي وزن الجزء الواحد، جزء الواحد ضربته يعني في عدد افوجادرو اللي هو الموليكول تدينا المولكولر ماس. وزن المول صح. فانا لو ضربت في افوجادرو فوق وافوجادرو تحت انا كده عملت حاجه؟ لا. لا لا
فبقى القانون عندي يو اي على يو بي ايكوال السكوير روت بتاع المولر ماس بتاع البي على المولر ماس بتاع الاي. عرفتوا ازاي انا نقلتها من ام سمول لام كابيتال؟ ما هي الام سمول مش تمام الخطوه دي مستر دكتور تاني معلش تاني. انتوا معايا لحد يو اي على يو بي ايكوال السكوير روت بتاع ام بي على ام اي؟ اه يا دكتور. طيب مش ونسيد مش الام سمول دي هي وزن بتاع الموليكول الواحد الجزء الواحد؟ اه المول فيه كام؟ المول فيه كام موليكول؟ المول ماشي في افوجادروس نمبر. فانا لو ضربت وزن الجزء الواحد الموليكول الواحد في عدد افوجادرو مش هيديني وزن المول كله؟ اه اللي هو المولر ماس. فهمتوا؟ مش وانسيني ما كانوش فاهمين فاهمينها فهموها. هو المول اكبر ولا الجزء عشان بس اه تمام. اه ما عشان مين اللي بيسال بقى ده عشان ده انا هروق. مين اللي بيسال؟ انا. انت مين؟ اكيد مش هيقول يعني. لا ما انا هجيب اسمه من عندي اهو. انا يوسف قلت اهو. يوسف. يوسف إيه؟ انت ذكرت محاضره المره اللي فاتت؟ وربنا ذكرتها. مش مركز يا يوسف. فاكر يا يوسف محاضرة المرة اللي فاتت لما رسمت دايرة كبيرة؟ ايوه دايرة والله كبيرة. العظيم فاكر بس ناسي. انا فاكر ان الجزء كان حضرتك قلت المول فيه كذا جزء صح كده؟ جدع جدع يا يوسف. ايوه انا بدخل في بعض دلوقتي والله. تمام ماشي يا يوسف. دكتور معلش دكتور معلش انا قلت هو ازاي الحجمين متساويين ودرجة الحرارة متساوية والضغط برضو متساوي مع انهم غازين مختلفين؟ مش انا قلت ان احنا بنعتبر ان الضغط بتاع الجاز ضغط كل جاز يعني ما بيفرقش ضغطه عن ضغط تاني في حاجات كبيره لان احنا بنعتبرها نيجلكتد لان اصلا حجم الجاز بيبقى صغير جدا. تمام لان ده ايديال جاز. فاللي بيفرق هو النمبر اوف مولز اللي موجوده او الماس. تمام يا دكتور. معلش بس دكتور هنضرب في افوجادرو ولا افوجادرو شمال؟ لو ضربت فوق وتحت لو ضربت فوق في افوجادرو فوق وافوجادرو تحت ايه اللي هيحصل؟ هدينا كتلة هيخش بالروت مش هيخش هدينا كتلة المول هيروحوا مع بعض صح؟ هيطيروا مع بعض هتبقى هي هيطيروا مع بعض فيفضل المولر ماس بتاع البي على المولر ماس بتاع الايه. ماشي دكتور اليو دي هي الفيلوستي. الفيلوستي طيب باشوانسين ركز. لو عملت فتحه في التو كونتينر دول فتحت هنا فتحه وفتحت هنا نفس الفتحه ايه اللي هيحصل؟ الفوليوم هيقل هيحصل افيوجن. هيحصل افيوجن الغاز هيخرج صح وبنفس المعدل. لا هل هيخرج بنفس المعدل؟ لا لا هيخرج اسرع بكاينتيك انرجي الاثنين زي بعض. ما هو الكاينتيك انرجي واحدة حسب المسافة. على حسب كتلته صح؟ من شحنة هنا وصلنا. معلش يا دكتور معلش يا دكتور ممكن بس تقفل المايكات لان انا فعلا مش عارف اركز. نقفل المايك يا باشمهندسين. تاني في الاخر اللي عنده سؤال يسأله. مش احنا هنا بنقول ان اليو اي على اليو بي ايكوال السكوير روت بتاع الام بي على الام ايه؟ يعني العلاقه ما بين اليو والام علاقه ايه؟ ايه على بي ودي بي على ايه؟ علاقه عكسيه صح؟ علاقه عكسيه فعلا. هو كل ما كان وزنه تقيل كل ما كان سرعته كل ما كان وزنه كبير كل ما كانت سرعته ايه؟ قليله. فهي العلاقه عكسيه. طب هنا يبقى if we make a small opening in two container the gas will effuse by rate called rate of effusion. هيخرج بمعدل معدل اسمه معدل التسريب. طب ايه علاقة معدل التسريب بالسرعة؟ كل ما كان سرعته عالي كل ما كان معدل تسريبه عالي صح؟ يبقى ايه علاقة معدل التسريب بالسرعة؟ طردية طردية صح؟ يبقى انا اقدر اشيل يو اي على يو بي واحط مكانها ار اي على ار بي زيها بالظبط لان العلاقه طرديه. يبقى تعالوا بقى نجمع كده كله. كل مكان خفيف وزنه قليل
كل ما كانت سرعته كبيرة أعلى. كل ما كان معدل خروجه كبير أعلى. يبقى الار تتناسب طردي مع اليو وتتناسب عكسي مع مين؟ مع الام. يبقى انا يا باشمهندسين دكتور بعد اذنك خلينا نقفل المايك بجد عشان نقفل المايك يا باشمهندسين. يبقى احنا هنا يا باشمهندسين في الجرهام لو كل شغلنا انا معتمد على وزن الغاز اللي عندي. لو الغاز اللي عندي وزنه تقيل كبير يبقى سرعته قليلة يبقى معدل خروجه قليل. تمام؟ الغاز اللي عندي خفيف يبقى سرعته كبيرة يبقى معدل خروجه كبير. يبقى احنا هنا قلنا اليو تتناسب طردي مع الار، فانا شلت يو ايه على يو بي، طالما طردي حطيتها زيها بالظبط ار ايه على ار بي، وفي نفس الوقت الار بتتناسب عكسي مع الام، يعني ار ايه على ار بي بتساوي السكوير روت بتاع الام بي على الام. مش ايكوال دكتور معلش ممكن تقول ايه اليو دي تاني عشان انا هنكت معلش. السرعه. طب والار هو انا ازاي اخليهم ايكوال بعض ويعني هما دايركت بس يعني المفروض في كونستانت بينهم. مش انت عندك دايركت هتحطي كونستانت فوق كونستانت تحت؟ لا كونستانت. مش انت هتقولي ار ايه على ار واليو ايكوال اليو ايه على اليو بي، فانت هتحطي كونستانت فوق وكونستانت تحت؟ مش الار دايركت هيروح مع بعض، فالكونستانت هيروح مع الكونستانت. لا مش فاهمه، مش انا لما بقول ار دايركت مع اليو يبقى ار ايكوال كونستانت يو. طيب لو قلت ار ايه دايركت مع اليو ايه يبقى الار ايكوال كونستانت يو ايه والار بي ايكوال كونستانت يو بي، فلو جينا قسمنا الاثنين على بعض الكونستانت هيروح مع الكونستانت. ايوه ايوه كنت باخدها على بعضها فتلوط. تمام. طيب دكتور يعني لو المسألة اداني اليو ايكوال ممكن اشيلها واكتب اكنها الار ايكوال مش فارق صح؟ انا هحل لكم المسألة، هخلي لكم تحلوا المسألة بمجرد النظر. هو ايه الار يا دكتور اشرف؟ الار اللي هي معدل التسريب اللي هو الريت اوف افيوجن. الار دي بتساوي مين؟ الفوليوم على التايم. هو لو انا عايز اجيب معدل تسريب حاجة مش بشوف حجم خرج قد ايه في وقت قد ايه؟ اللي هو الفي على التي. اللي هو الفي على التي اللي هو الفوليوم اوف جاز افيوز على التايم تيكن تو افيوز صح؟ تمام. طيب باشمهندسين الار ايه علاقتها بالفي من القانون اللي هو ار ايكوال في على تي؟ طردي دايركت. انا دوست ريجستر تاني طردي. مين اللي عايز تاني؟ الصوت كتير بس وانا مش سامع اي حاجه. طيب واحده واحده انا مستني صوت حضرتك. طب انت وصلت معايا لحد فين هو... كمان الجزء اللي فوق وقع مني اللي هو بتاع ازاي الام سمول بقت ام كابيتال، يعني احنا ازاي حولنا نمبر اوف ماس لمولكيولر ماس. طيب باشمهندس شايف الماس الصغير ده؟ اوكي تمام. ده وزن ايه؟ ده الماس بتاع الجاز اللي موجود الموليكول اللي هو الجزيء الجاز الواحد. اوكي تمام. طيب مش انت عندك المول في افوجادروز نمبر من الموليكولز؟ تمام اوكي. فانت لو ضربت وزن الموليكول الواحد في عدد افوجادرو مش هيديك وزن المول كله؟ هيدينا المولر ماس اللي هو المولر ماس. مظبوط. وتحت هعمل نفس الكلام هضرب في الافوجادروز نمبر، يبقى انا كاني ما عملتش حاجه لان انا ضربت فوق وتحت في نفس الرقم. ضربت في النومينيتور والدومينيتور. مظبوط تمام. فهمت؟ تمام اوكي. اوكي شكرا لحضرتك. شكرا. دلوقتي انا لو فتحت فتحه في التو كونتينر ايه اللي هيحصل؟ الغاز ده هيخرج والغاز ده هيخرج. طيب افرضوا ان انا حاطط، نركز، افرض ان انا حاطط بوكسين، البوكس ده فيه جاز A وجاز B وانا واقف والاثنين على نفس المسافة على نفس البعد مني، واحد غاز خفيف وغاز تقيل، هشم مين الاول؟ الخفيف ولا التقيل؟ الخفيف. الخفيف لان الخفيف هيخرج بسرعة صح؟ صح. هي دي أيوة فكرة الجرهام. تمام. فاحنا بنقول يبقى ازاي بقى اجيب، يبقى هيخرج بمعدل اسمه معدل التسريب اللي هو الريت اوف افيوجن. طب ايه علاقه الار باليو؟ الار تتناسب طردي مع اليو. ليه؟ لان كل ما كانت السرعه عاليه كل ما كان معدل الخروج عالي، يبقى اقدر اشيل يو اي على يو بي واحط مكانها ار اي على ار بي. ليه حطيت ار اي على ار بي؟
زي ما زي اليو بالظبط ايه على بي عشان العلاقة طردية. والجزء التاني ده انا ما بحركوش اللي هو ام بي على ام ايه. طيب احنا لسه قايلين ان الار ايكوال في على تي. لسه قايلين ان ار ايكوال في على تي صح؟ طيب ايه علاقة الار بالفي؟ طردي. طردي بس بشرط طردي هتكون استنط مين؟ تي. طيب ما ينفعش اجيب علاقة ما بين حاجتين واثبت التاني. يبقى الار دايركتلي بروبوشنال مع الفي ات كونستانت تايم صح. يبقى اقدر اشيل ار اي على ار بي طالما العلاقه طرديه واحط مكانها ايه؟ في بي على بي. في بي على في بي في اي على في بي زيها بالظبط. دي ار اي على ار بي يبقى الثانيه في اي على في بي علاقه طرديه. وصلت؟ نقفل المايك. تمام يبقى القانون يبقى ده اول قانون. نقفل المايك. يبقى ده اول قانون ار اي على ار بي بتساوي السكوير روت بتاع الام بي على الام اي. طب القانون اللي التاني الار دايركتلي بروبوشنال مع الفي بس ات كونستانت تايم. يبقى اقدر اقول في اي على في بي ايكوال السكوير روت بتاع الام بي على الام اي. طب ايه علاقه الار بالتي؟ عكسيه. عكسيه بس ات كونستانت مين؟ في. في يبقى اقدر اشيل ار اي على ار بي واحط مكانها في بي على تي ايه. في بي على تي ايه عشان العلاقة عكسية. انما ام بي على ام ايه دي ما بحركهاش هي هي كده على طول اهو. يبقى تي بي على تي ايه ايكوال السكوير روت بتاع الام بي على الام ايه. فهمتوا؟ طيب دكتور. يبقى انا كده دكتور اتفضل. هو طب ازاي الفيلوسيتي بتاع الجهاز الاولاني مثلا قد الجهاز الثاني مع اني ممكن اشم الجهاز الاخف في الاول؟ انا ما قلتش ان الفيلوسيتي قدها. انا قلت ان الفيلوسيتي قدها. انا قلت الفيلوسيتي معتمده على كتله. كل ما كانت الكتله قليله كل ما كانت سرعته عاليه. تمام بالسكرين فوق شويه عشان هكتب حاجه بس. طب بسرعه لحد ما الباشمهندس يسال اتفضل. جه سؤال بس في دماغي كده. هو ليه ما نقولش ان انفرس بروبوشنال للدينستي بي اوفر دينستي اي صح السكوير روت بتاعها؟ صح كلامك صح. ينفع دينستي مع الريت. كلامك صح زي الفل. التمبريتشر ثابته والبريشر ثابت صح. ينفع ينفع. دكتور هي الام كابيتال هي المولكيولر ماس؟ اه خلاص كده دكتور معلش. هو احنا مش فوق سوينا الهاف ام في سكوير ايكوال هاف ام في ام 2 في سكوير؟ الحاله دي هتبقى امتى؟ الحاله دي لو هم نفس نفس البريشر ونفس التمبريتشر وفي نفس الكونتينر. يعني مش نفس الكونتينر نفس فوليوم الكونتينر. تمام يا دكتور. حضرتك قلت الام كابيتال مولكيولر ماس ولا مولر ماس؟ هي مولكيولر ماس. هي هي المولر ماس. تمام. طيب باشوانسين نركز. انا كده عندي كم قانون؟ ثلاث قوانين. ادي القانون الاول ادي القانون الثاني ادي القانون الثالث صح. ار اي على ار بي ايكوال سكوير روت بتاع ام بي على الام اي. يبقى الار عكس الام. في اي على في بي ايكوال السكوير روت بتاع الام بي على الام اي. يعني الفي برضو عكس الام. تي بي على تي اي ايكوال ام بي على السكوير روت بتاع ام بي على الام اي. يعني التي زي الام. هسال سؤال وحد يرد عليا. هل اقدر اقول ار اي على ار بي ايكوال في اي على في بي ايكوال تي بي على تي اي ايكوال السكوير روت بتاع الام بي على الام اي؟ من التلاتة. ليه؟ زي ما البشمهندسين قالوا لان الكونديشن ده غير الكونديشن ده غير الكونديشن ده.
انا استخدمت القانون اللي فيه التايم اللي هو اخر قانون عندكم باين ده امتى؟ لما كان الفوليوم ثابت، لما كان الفوليوم كونستنت صح؟ واستخدمت قانون الفوليوم ده امتى؟ لما كان التايم كونستنت. واستخدمت قانون الار امتى؟ لما كان الفوليوم والتايم الاثنين مش كونستنت. وهجيب الار منين؟ من الفي على التي. يبقى انت في مساله جرهام، مساله جرهام بتعمل ايه؟ اهو هوريكم مسائل نحلها كده بسرعه وقربنا نخلص خلاص، قدامي بالظبط تلت ساعه. فدكتور معلش المحاضره دي هتنزل على طول بعد بعد ما تخلص؟ انت اول ما اقفل الفيديو تقدر تعمل له داونلود عندك. طب عايزين ناخد سكرين شوت يا دكتور بعد اذنك. هرجعها لكم، خدوا سكرين شوت، هرجعها لكم واحده واحده. سكرين شوت نخلص. دكتور انا معايا كل الكلام ده ممكن اصوره وانزله على الجروب براحتك. حضرتك تقفل هلاقي المحاضره دي في الفايلز صح؟ اه هتلاقي الفيديو موجود باشمهندسين. ادي جرهام لوب قوانينه. يبقى احنا كده باشمهندسين عندي كم قانون؟ ثلاثة. ينفع اجمع ما بين الثلاثة؟ لا ما ينفعش. لا. لا يبقى لازم استخدم يا ار مع ام، يا في مع ام، يا تي مع ام، كلهم مع الام. انما ما ينفعش استخدم ار مع في او في مع تي او ار مع تي. ليه؟ لان كل قانون عند كونديشن مختلفة. امتى استخدم القانون اللي فيه التي؟ لو ات كونستانت فوليوم. امتى استخدم القانون اللي فيه الار؟ لو ات كونستانت تايم. انا قاعد بذاكر. امتى استخدم القانون اللي فيه خلاص مش عارفه. امتى استخدم القانون اللي فيه التي؟ لو ات كونستانت فوليوم. امتى استخدم القانون اللي فيه الفي؟ لو ات كونستانت تايم. امتى استخدم القانون اللي فيه الار؟ لو الفوليوم والتايم الاثنين مش كونستانت. واحد هيقول لي انت هتقعد تقرفني، انت هتقعد تقول لي كونستانت فوليوم وكونستانت تايم؟ هنتفق اتفاق. لو ما لقيتش في الجيفن غير تايم بس، تايم بس ما لقيتش ده غير في الجيفن، تمام تايم بس، يبقى هعمل ايه؟ بالريكون اشتغل بقانون التايم. طيب لا الكونستانت فوليوم بقانون اشتغل بقانون التايم. ثانية يا دكتور معلش ثانية واحدة كده باشمهندس معايا. شباب شباب حكاية المايكات ركزوا، اللي يخلص كلام يقفل المايك. ركز يا كفاية فضايح. بصراحة يا جدعان والله على الفضايح دي انا ناس معلش ما خدتش بالي منك مفتوح عليك. هو انت استمر 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 تفضح نفسك كل الدعي سين. ايوه بالظبط سامعني. ايوه دكتور. اه دكتور. ايوه دكتور. طيب قد ايه كده؟ خلاص ربع ساعة بالظبط تخلص. ربع ساعة بالظبط. طيب باشمهندسين امتى استخدم القانون اللي فيه التايم؟ لو ات كونستانت مين؟ فوليوم. طيب لو طيب عشان ما اقعدش اقرف نفسي بقى كونستانت فوليوم كونستانت تايم والكلام ده، اول ما الاقي اول ما الاقي نقفل بس المايك. اول ما الاقي فوليوم استخدم على طول القانون اللي فيه الفوليوم. يعني مفيش في الجيفن غير فوليوم يبقى استخدم القانون اللي فيه الفوليوم. مفيش في الجيفن غير تايم يبقى استخدم القانون اللي فيه التايم. في الجيفن فوليوم وتايم يبقى استخدم القانون اللي فيه الار واجيب الار من في على تي. تعال نشوف اول مساله. عايز حد كده يحل معايا اول مساله؟ بقول في حاجه ماشي ممكن انا ما جابش مين يحل؟ انا ممكن انا احل يا دكتور. انا اول واحد قال لي انا حل.
انا يلا اي واحد انا كنت فاتح الماك كنت خلص اسمك ايه يلا يا باشمهندس اسمك ايه يوسف اني واحد يوسف بس مش يوسف اللي حل معايا قبل كده يوسف انا حليت قبل كده لا ده واحد تاني طيب أنا يلا ايوه انا مش انا لا ده انا يوسف تاني اقرا يلا يا يوسف فين المسألة قدامك ايه مسألة مستدارة ما فيش حاجة ظهر مش فين المسألة ثانية واحدة مش فين سكرول داون ظهرت لا لا هو كده ظهرت شوية طب يلا يوسف يلا يوز جراهام لو وكالكوليت The molecular weight of gas. أولاً ده جراهامز لو يا يوسف. يبقى أنا عندي كم قانون؟ ثلاثة. ثلاثة. هستخدم واحد من الثلاثة. تعال بقى. نشوف إيه الجيفن اللي عندي وقول لي القانون على طول. الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ ماشي. يا دوب. الصورة. ثواني. بيقول يوز جراهامز لو to calculate the molecular weight of gas. هو عايز molecular weight of gas. A given volume of gas. أنت تعرف إيه هو الجاز ده يا يوسف؟ الجاز لا فهسميه ام اكس هسميه مين تمام ام اكس لان انا عايز المولر ماس بتاع جاز تو كالكوليت ذا مولر ماس اوف جاز اوف جاز فانا عايز المولر ماس بتاع جاز تمام اف ا جيفن فوليوم اوف جاز اف يو ثرو ان ابريت ان 300 سكند ده عباره عن ايه يا يوسف ده الزمن التي في التي بتاع مين بتاع الزمن اللي هو الاكس التايم بتاع الجاز X تمام and the same volume of CH4 under the same condition temperature and pressure if used in 219 second يبقى ده مين يا يوسف ده اللي هو بتاع غاز الميثان التايم بتاع الميثان يبقى هو عايز المولر ماس بتاع جاز X عندك التايم بتاع مين يا يوسف عندي التايم بتاع الميثان وعندي التايم بتاع الاكس عندي الاثنين عندك فوليوم عندي الفوليوم لا مش عندي الفوليوم يبقى من غير ما تفكر يا يوسف من غير ما تفكر هتستخدم انهي قانون في الثلاثة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة القانون اللي هو الثاني الثاني اه اللي هو ايوه ماشي القانون التالت. اللي هو التي التي بي مش عارف انهي الثاني او الثالث مش تفرق يعني التي بي جدع اللي هو التي اكس على التي سي اتش 4 صح يبقى بصوا بقى يوسف قال ايه اهو ده الجيفن اللي عندي عندي تايم وتايم بس مفيش حاجه تاني يبقى على طول هستخدم القانون اللي في تي اللي فيه التي يبقى تي سي اتش 4 على تي اكس ايكوال مين بقى ام اكس على ام سي اتش 4 ولا التي زي الام لا التي زي الام اه اهو يعني احنا تي بي على تي تي بي على تي اي ايكوال السكوير روت بتاع الام بي على الام اي ماشي ماشي هنجيب الـ molecular weight بتاع الميثان اه بكام ب16 بكام هيبقى 16 اقدر اجيب المولر ماس بتاع مين بتاع الاكس زي الفل فهمتوا اظن المساله سهله جدا حتى بص كمان قال لك ايه في المساله same volume يعني الفوليوم كونستانت فعلا لما يكون الفوليوم كونستانت انا بستخدم القانون اللي فيه مين هو لازم بيوضح لي في المساله صح اه لازم اهو انا ما عنديش غير تايم عندك حاجه غير التايم في الجيفن لا يبقى على طول هستخدم القانون اللي فيه التي مين اللي يحل المساله اللي بعدها طب يا دكتور هو كل مره هيقول لي استخدم انا جرام انا او يقول لك كلمه افيوجن ماشي يلا عايز حد يحل اللي بعدها انا ممكن اختار انت اختار انا وانا دكتور مع حضرتك ثانية عارف ايه ده طب يلا فين فين ابانوب ابانوب ايوه دكتور يلا ابانوب حل انا مساله مسألة دي تمام
calculate the density of gas at STB if طيب. given volume of واحده 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 يا بنو. هو عايز density، يبقى عايز الدي. تستفاد ايه من كلمه STB يا بنوب؟ اللي هو اللي هي درجه الحراره ثابته والضغط ثابت. البريشر بكام؟ اللي هو الضغط الجوي، واحد ضغط جوي واحد. درجه الحراره اللي هي 1 كلفن، اللي هي 0 سليزيوس، اللي هي 273 كلفن. اللي هي 273 كلفن. وايه تاني يا يوسف يا بنوب؟ لا مش عارف صراحه. حضرت المحاضره اللي فاتت؟ الحجم ب 22.4 من عارف. مين اللي اتكلم؟ لا هو اتكلم غلط، هو الحجم بيكون ب 22.4 من عشرة لتر لما تكون ال N بتساوي 1. جدع جدع اللي اتكلم دلوقتي ده جدع. اسمك ايه؟ محمد هاشم. محمد علاء. جدع محمد. ماشي، لا اقول ان الفوليوم 22.4 لو ال N ب 1. ماشي باشمهندس اللي كمل يلا يا بنوب. يبقى بنوب اس تي بي استفاد منها ان البريشر 1 والتمبريتشر 273 لو النمبر اوف مول ب 1 يبقى الفوليوم 22.4 لتر. كمل يلا يا بنوب. اوف ذا جاز اف اف يوزس ثرو ان ابريتس ان 5 مينتس. ان 5 مينتس هو كده مديني التي بتاع مين؟ بتاع الجاز اللي هو عايزه، اللي هو الجاز اكس. اه طيب and the same volume of oxygen at the same temperature and pressure if used in 6.3 minutes. فهو كده مديك التايم بتاع مين؟ بتاع الجاز اللي هو عايزه وجاز الاكسجين. اه كلمه same volume موجوده اهي. تمام صح، يبقى كده عشان الفوليوم كونستنت اساسا. هو اللي بيقول يبقى هتستخدم انهي قانون يا ابنوب؟ هو كده يا اما ممكن استخدم قانون التايم او قانون الار. ممكن احسب اللي هي الار من الفي والتي. ليه؟ ما هو الفوليوم ثابت يا ابنوب. الفوليوم ثابت يبقى هستخدم قانون التي اهو. يبقى انا يا باشمهندسين بدور في المساله على كلمه يا كونستانت فوليوم يا كونستانت تايم. المساله الاولانيه انا معلم بالازرق، باين عندكم اللي انا معلم بالازرق. ايوه مكتوب ايه يا دكتور؟ مكتوب ايه؟ سيم فوليوم. يبقى انا دايما في مساله جرهام بدور على سيم فوليوم او سيم تايم. هنا سيم فوليوم صح؟ اه دكتور دي مساله اللي فوقيها. اه دي المساله اللي فوقيها. يبقى استخدم القانون اللي فيه مين؟ تايم. طيب المساله اللي تحتها ادور برضو على كلمه سيم فوليوم اهي. سيم فوليوم او سيم تايم. سيم تايم سيم فوليوم اهي. يبقى استخدم القانون اللي فيه مين؟ التايم. التايم. فهمت يا بنوب؟ تمام. طب لو مفيش كلمه لا سيم فوليوم ولا سيم تايم، لو مفيش لا سيم فوليوم ولا سيم تايم، يبقى استخدم القانون الاولاني خلاص اللي هو بتاع الار. بالظبط على طول بقى تردوا اهو. يبقى انا يا بنوب تي اكس على تي او 2 ايكوال ام اكس على ام او 2 صح؟ تي اكس ب 5 وتي او 2 ب 6.3. جبت الام بتاعه مين يا ابنوب؟ الاكس. الام بتاعه الاكس اهي. طيب ماشي يا ابنوب. تمام. طيب انا عايز الدنستي يا ابنوب. الدنستي ممكن تقريبا لها قانون، انا الصراحه يعني مش فاكر المحاضره فاتت او ذاكر يا ابنوب. عايز حد تاني يقول لي؟ انتوا اللي تنصح ماس على فوليوم، بس انا ما عنديش ماس، عندي مولر ماس. مش هقدر اقسم مولر ماس على مولر فوليوم من نمبر اوف مولز صح؟ لان ده 1 مول فوق 1 مول تحت. المولر ماس عندي والمولر فوليوم كام؟ 22.4 من 10. ليه انا حطيتها 22.4 من 10؟ عشان ده اس تي بي. عشان حضرتك اس تي بي. طب ما واحد هيجي يقول لي ما هو انت مش انت قلت لنا ان مش شرط يكون النمبر اوف مول ب 1؟ هقول لك ماشي، عايزه يبقى ب 2. اه خلوه لي ب 2. يبقى عشان اجيب المولر ماس او وزن الاثنين مول، هتضرب فوق في 2 وتحت في 2 ولا لا؟ اه ما هي 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 هي. يا اما ممكن اجيبها بطريقه ثانيه. اجيب وزن دكتور؟ مش هو مولر ماس ده مش يعني وزن المول؟ اه اللي احنا جبناه 20.15 على مولر فوليوم مش حجم ال1 مول صح؟
حجم الوان مول في الاس تي بي كام؟ مش ب 22.4؟ مظبوط، بس انا حطيتها 22.4 عشان اندلي اس تي بي، وممكن اجيبها من القانون ده اللي هو بي ايكوال دي ار تي على ام، صح؟ اه. البريشر بواحد عشان اس تي بي، الدنس تنعايزها الار او بوينت او التو لان ده بالاتموسفير، درجه الحراره 273 جبتها منين؟ برضو جبتها من الاس تي بي، وادي المولر ماس عندي. فهمتوا؟ تمام. طب يلا، عايز حد يحل المساله دي؟ ما حل. ايوه يا دكتور حل. يلا مين؟ مصطفى. انا عايزك اول ما تقرا المساله تقول لي هستخدم القانون الاول ولا الثاني ولا الثالث. تمام. سياسين بندور على ايه يا مصطفى في المساله؟ كلمه ايه؟ يا اما كلمه كونستانت او يا اما كالكوليت. يا اما اشوف كونستانت يعني. لا مش شرط كونستانت، او سيم، او ممكن سيم. ايوه سيم فوليوم او سيم تايم، مش سيم وخلاص. ايوه صح، سيم فوليوم او سيم تايم. ما لقيتش لا سيم فوليوم ولا سيم تايم، يبقى خلاص، يبقى القانون الاولاني. القانون الاولاني. اه تمام. اقرا. 170 سنتيمتر كيوب اوف سي او 2. يبقى ده ايه؟ ده ايه ده يا يوسف؟ يبقى ده ده الفوليوم بتاع ثاني اكسيد الكربون. ماشي يا مصطفى كمل. اف يو ثرو ان ابريتس ان 2340 سكند، يبقى ده ايه؟ ده التايم بتاعه. تمام. Calculate the volume of NH3 gas which fuses in mid second. يبقى ده التايم بتاع ال NH3. جدع. Through the same apparatus and at the same temperature. ده اللي هو الجهاز. At the same temperature and pressure. على طول يا يوسف هتستخدم أنهي قانون؟ كده لقيت same temperature وpressure. ما كل المسائل بتاعت جرهام لازم تبقى same temperature وsame pressure. يبقى ده الأولاني. الاولاني ليه؟ عشان ما لقيتش سيم فوليوم ولا سيم ولا سيم تايم. جدع جدع يا يوسف، جدع يا مصطفى. فهمتوا يا باشمهندسين؟ كده كده كل مسائل جرهام هتلاقوا فيها سيم تمبريتشر وسيم بريشر. يبقى القانون بتاعي ار سي او 2 على ار ان اتش 3، الار عكس الام، يبقى ام ان اتش 3 على ام سي او 2. طب هتجيب الار بتاعت السي او 2 ازاي يا مصطفى؟ نعم، هتجيب الار بتاعت السي او 2 ازاي؟ اللي هو في على تي. جدع. الفوليوم بكام؟ 170 على 340. واحد هيقول لي دي بالسنتيمتر كيوب، هقول لك مش مشكله. ليه؟ لان انا في الاخر هطلع الفوليوم بتاع ال NH3 بكام، لان انا في الاخر بقسم. ايوه. سنتيمتر كيوب على 340 ايكوال الفي بتاعه ال NH3 على 100، والام بتاع ال NH3 عندي والسي او 2 عندي، اقدر اجيب الفوليوم بتاع ال NH3 ولا لا؟ ايوه تمام. يعني هو بيعليه لما يحتاج يعليه. يلا معليه على اخر مره شويه، وهو يلا انا معليه على اخر دي ليها سعر المايك. فهمت يا مصطفى؟ ايوه تمام يا دكتور، شكرا. تمام. شكرا. طيب اخر حته بقى، خمس دقائق كده وخلاص، بكره يبقى خلصنا ان شاء الله. طب دكتور معلش، انا اسف، ممكن اول حته انا فهمت المساله كلها، بس اول حته بس ما فهمتهاش. انهي حته؟ يعني اول سطر خالص بيقول 170 سنتيمتر كيوب من السي او 2. تمام. هو انا الحته اللي انا ما فهمتهاش، انا ما فهمتش احنا ليه استخدمنا اول قانون تاني. اولا انا ليه عرفت منين ان انا هستخدم قانون جرهام؟ عشان لقيت كلمه افيوز. تمام، يبقى دي بقى قانون جرهام. طب ليه ما استخدمتش، ليه استخدمت اول قانون؟ لا لا قربت يا سوري. بص انا لو لقيت كل المسائل هتلاقي فيها سيم ابريتس سيم تمبريتشر سيم بريشر، ادي اهي مساله خلاص. وافيوز برضو. تمام. وكلمه افيوز ادي المساله اهي، سيم تمبريتشر وسيم بريشر خلاص. وادي المساله اللي فوقيها اهي، سيم تمبريتشر وسيم بريشر. انما المساله دي كان فيها سيم فوليوم، يعني مثبت الحجم. استخدم التايم. استخدمت التايم. دكتور معلش، يعني ايه سيم ابريتس؟ يعني نفس الجهاز او نفس البوكس. طب لو هما محطوطين في نفس البوكس يعني مش هيبقى ليهم فوليوم واحد؟ يعني مش فاهمة ازاي. لا انا مش قصدي يعني عندك بوكس، يعني انت كأنك عندك صندوقين زي بعض بالظبط، واحد حطيت فيه غاز ايه وواحد حطيت فيه غاز بيه. تمام. مش الاثنين موجودين مع بعض. تمام تمام فهمت، شكرا. شكرا. اللي كان بيسأل هنا برضو المسألة دي لقيت فيها ايه؟ سيم فوليوم. هستخدم التايم.
طيب هنا لقيت سيم فوليوم او سيم تايم او 170 سنتيمتر كيوب ثرو ان ابريتس ان 340 كالكوليت ذا فوليوم ولا سيم تايم ولا سيم فوليوم هما الاثنين مش متثبتين فهو يبقى استخدم الار استخدم اول واحد لكن لو انا لقيت سيم تايم هستخدم الفوليوم لو لقيت سيم فوليوم هستخدم التايم جدع خلصنا تمام شكرا اخر حته ويبقى احنا كده خلصنا المحاضره انتوا شايفين كده ولا مش شايفين الصفحه اتغيرت قدامكم لا ما اتغيرتش لا ما اتغيرتش لا يا دكتور شوف صفحه عند حل المساله خلاص اتغيرت لا يا دكتور ايوه كده اتغير تمام طيب أيوة هناخد دلوقتي الابلكيشن بتاعت جرهامز لو خلاص الابلكيشن بتاع جرهام احنا قلنا جرهام بيعتمد على الوزن صح على الوزن كل ما كان وزنه تقيل كل ما هيخرج ببطء كل ما الريت اوف افيوجن بتاعه قليل جرهام بيستخدم في السيباريشن اوف ايزوتوبس فصل الايزوتوبس ايه هي الايزوتوبس هي عباره عن اتومز ليها نفس الاتوميك نمبر ولكن مختلفه في الماس نمبر زي اليورانيوم اليورانيوم 92 في منه 92 235 وفي 92 238 ده بسميه ايزوتوبس يبقى ليهم نفس الاتوميك نمبر اللي هو ال 92 ده 92 وده 92 ولكن مختلفه في الماس نمبر اللي هو ال 235 وال 238 طيب اليورانيوم موجود في الطبيعه في صوره سوليد ماده سوليد موجود 235 و38 مع بعض الاثنين دايما موجودين مع بعض يعني انا لو لقيت حته فيها يورانيوم هلاقي ال235 مع ال238 دايما طيب ال235 موجود في الارض بنسبه 0.72% طب ال238 موجود بنسبه 99.28% طيب طبعا كلكم عايز تسمعوا عن القنبله النوويه صح مين ممكن يجي لك في صورة MCQ هيسأل يعني على البرسنتج بتاعت كل واحد دكتور معلش هو ده ايه ابليكيشن لجرهام بطبق يعني ايه الابليكيشن بتاعت جرهام بستخدمه في ايه لو سمحت يا دكتور دكتور اتفضل هو هي الصفحة موجودة على قوانين جرهام لا انا عندي الصفحه ظهر قوانين جرام ثانيه واحده اقفل من عندك انت وافتحه اقفل من عندك وافتحه كلنا عندنا نفس الحاجه كده ظهر على اليورانيوم خلاص ظهر تمام طيب الباشمهندسه اللي كانت بتسال تطبيقات قانون جرهام بستخدم قانون جرهام في ايه التطبيقات بتاعته بستخدمه في عمليه الفصل بتاعه الايزوتوبس اللي هي الاتوم اللي ليها نفس الاتوميك ولكن مختلفه في الماس نمبر طيب بيقول ايه يورانيوم بريزنت ان ناتشرال اليورانيوم موجود في الطبيعه في صوره يورانيوم 235 و38 مع بعض طيب مين اللي انا بستخدمه في القنبله النوويه اللي انا بستخدمه في القنبله النوويه خلاص اللي هو اليورانيوم 235 ده اللي انا بستخدمه فطيب تسمعوا عن عمليه تخصيب اليورانيوم صح عملية تخصيب اليورانيوم هي عملية فصل اليورانيوم طيب مين اللي بيستخدم في القنبلة النووية اللي هو اليورانيوم 235 ده اللي هو نسبته قليلة قوي ليه بيستخدم في القنبلة النووية لأنه بيمشي تحت قاعدة اسمها قاعدة الانشطار النووي يبقى اليورانيوم 235 ده بيمشي تحت قاعدة الانشطار النووي لذلك هو بيستخدم في القنبلة النووية يعني عشان كده لا دي يعني انا مش عايزك تعرفي يعني انشطار نووي ده يعني بيحصل له انشطار اللي هو البروتون والنيوترون والكلام ده بس ده مش موضوعنا انا بس عايزك تعرفي ان ده هو اللي بيستخدم في القنبله النوويه فلازم افصل اليورانيوم ده ال 235 على اليورانيوم 238 عشان اخد ال 235 واستخدمه في القنبله النوويه عمليه الفصل دي هو عنصر مشع عمليه الفصل دي بسميها عمليه تخصيب اليورانيوم اللي هي اليورانيوم انريتشمنت طب هفصله ازاي بقى
هفصله ازاي؟ حباية حباية؟ اكيد طبعا لا. هجيب اليورانيوم ده احوله لغاز اهو، يبقى وي كونفرت اليورانيوم، هحول اليورانيوم ده ليورانيوم هيكسا فلورايد جاز، هحوله لمين؟ لجاز. طيب بعد كده اللي هو UF6 هاخد الـ UF6 ده هعديه على بورس بارير اهو، الـ UF6 اليورانيوم اللي انا حولته في منه جزء 235 وجزء 238، هعديه على بورس بارير، حاجة فيها فتحات. دي البروسيس؟ دي البروسيس. تمام. ان انا احول الاول اليورانيوم اللي موجود في الطبيعة لغاز، اللي هو يورانيوم هيكسا فلورايد غاز. هو الصورة راحت بس معلش. ده تمام موجود يا دكتور. موجود؟ هي موجود تمام. هحوله اليورانيوم هيكسا هحوله اليورانيوم هيكسا فلورايد غاز. هاخد اليورانيوم هيكسا فلورايد غاز ده هعديه على بورس بارير زي ما انتم شايفين. طيب الفتحات دي معموله بحيث ان هي تعدي ال 35 بس، اللي هو ال 235 تمام، اللي هي الفتحات اللي موجوده دي، دي اهي، دي معموله بحيث ان هي تعدي مين؟ ال 235 بس. طيب باشمهندسين مين الاسرع، ال 35 ولا ال 38؟ 35 فعلا. معدل خروج ال 235 يساوي 1.004 معدل خروج كام؟ ال 238. فمين اللي هيعدي من الفتحات دي بسرعه؟ 35. ومين اللي هيعدي 35. على طول؟ هيمشي على طول في اتجاه 38. هيعدي معاه شويه من 235 خلاص. هاخد افضل اكرر العمليه دي كذا مره اهو، يبقى ال 35 هيعدي مور رابيدلي زان ال 38. هفضل اعدي العمليه، اكرر العمليه دي كذا مره لحد ما افصل اليورانيوم ده عن اليورانيوم ده. في مشكله؟ لا لا لا. يبقى الخطوات دكتور المعلومه اللي انا تعرف هنا ايه؟ المعلومات اللي انا اعرفها هنا سامر، المعلومات المفروض تعرفها هنا بعرفين الخطوات بتاعت فصل اليورانيوم، ان انا الاول احوله لغاز وبعد كده اعديه على بورس بارير، ان ال 35 هيبقى اسرع من ال 38 ب 1.004 بس، والنسب بتاعت اليورانيوم، وايه هو الايزوتوبس؟ مش ممكن 38 يدخل مع ال 35؟ لا، ال 38 هيمشي على طول معاه شويه من ال 35. دكتور انا عندي سؤال. لا تمام دكتور اتفضل. هو حضرتك طب احنا بدل ما نكرر العمليه ليه مش بيكبروا حجم الفتحات مثلا، اللي هو بيكبروا يعني لو الفتحات كبرت هتخرج معاها ال 38. انا قصدي المسافه. مفيش مشكله، ما هو ما يعني انا بس انا راسم لك حاجه كروكي، هو الموضوع مش بسيط كده الموضوع، واحنا يعني في دول ما بتعرفش تعمل تخصيب يورانيوم اصلا. دكتور هم تو ستيبس بس اللي علينا يعني. ان انا احوله اليورانيوم هيكسا فلورايد وبعد كده اعديه على بورس بارير وافضل اكرر العمليه كذا مره لحد ما يتفصل، اللي هو 238 يطلع لوحده. المهم ان انت بتشوف ده وده، مين اللي انت محتاجه، ال 35 ولا ال 38؟ لا ال 38. نعم ال 35. ال 35 لان هو ده اللي بيمشي، ده اللي بيستخدم في القنبله النوويه. تمام. اللي هو نسبته صغيرة ده 0.72. دكتور يعني دكتور هو النت فصل من اول اليورانيوم. طب ابقى اسمع الفيديو يا باشمهندس، ولو عندك اي سؤال عشان بس ما اطولش على باقي زمايلك. طب يا دكتور ماشي خلاص تمام. احنا كده خلصنا يا دكتور؟ خلصت. هو احنا لو طب السكرين شوت بعد اذنك يا دكتور. دكتور انا هجيب لكم المحاضره من اول اهو. هو انا مش موضوع سكرين شوت. ايوه ماشي شكرا يا دكتور. دكتور ابعت لهم بي دي اف في كل اللي انت شارحه في المحاضرتين دول. خلاص باشمهندس بعت لكم اهو كل حاجه. يا دكتور هو احنا لو دخلنا قانون الدينست اللي هو الكثافه هيبقى كده كونستنت تايم؟ لا بتقول ايه؟ لو دخلنا الدينستي لا الدينستي هتحطها مكان المولر ماس، ملهاش علاقة لا بالتايم ولا بالفوليوم ولا بالار، عشان ما تلخبطش نفسك. عشان ما تلخبطش نفسك شفت المسألة. اصبر
عشان ما تلخبطش نفسك. شفت اول ما شفت المساله اللي انا حليتها بالدنسي؟ اه حل زيها نفس الطريقه. نعم وكان في المرجع في الكتاب. اه انا اول صفحه واخدتها سكرين شوت. واحد منزلها بي دي اف جايبينها يا دكتور. طب خلاص دكتور بس كان في الاول خالص حل الامثله دوت هيكفينا ولا في هنزل لكم شيت في اسئله حلوها واللي ما تعرفوش نتناقش فيه في مره. تمام هينزل قريب يعني. اه هينزل يا النهارده يا بكره. كان في قانون للكايناتيك انرجي. هو الكلام ده في المرجع فين؟ في الكتاب بس يعني هتفضلي تلفي شويه. فاهم الفلوس ده مش هستخدمه؟ هتستخدمه؟ طب دكتور معلش عندي سؤالين. اصل انا شفت البارت بتاع الجازز مش طب انا موجود في الكليه اللي عنده اي سؤال يبقى هو قلت لك عندي سؤالين صغيرين بس هبعت لكم. ممكن تحل من الكتاب وانا هبعت اخر حته في الجرام مش هبعتها بي دي اف. دكتور المحاضره هتنزل امتى عشان انا جاي في النص؟ هتلاقي فيديو موجود اول ما اقفل هتلاقي فيديو. دكتور معلش في اسايمنت النهارده ولا لسه مفيش اسايمنت؟ لا لسه هو مفيش. هو فين البي دي اف؟ هو فين البي دي اف؟ مفيش بي دي اف فيديو. ايه ده؟ دكتور اليورانيوم تنش من هنا خلاص. طب معلش يا دكتور هو التكست بوك اسمه ايه؟ طب نعم تكست بوك المرجع اسمه الكتاب بتاع الكليه اللي احنا بتاع الكليه اللي انت بتجيبه مع كتاب اللاب. طب يا دكتور الناس اللي هتيجي الثلاث او الاربع بدل الخميس ده يعني لازم السكشن كله يروح في نفس الوقت ولا اي حد كده يروح في اي ميعاد؟ اي حد يروح في اي ميعاد. يعني يا دكتور دلوقتي انا هجيب كتب ما ينفعش كلكم تروحوا في ميعاد واحد. انا هجيب كتب يا دكتور ولا انت كده كده لازم هتجيب كتاب اللاب في مع كتاب اللاب كتاب في مع في كتاب لون ازرق كده ومكتوب اه في كتاب لون ازرق كده عايز تجيبه هاته هو اللي فيه اللي انا بشرحه ده. اه بالظبط. ده مرجع ولا هرد كافيه صح؟ لا هو ده كتاب الكليه يا دكتور صح كده؟ ده كتاب الكليه. اه طب هذا طب دكتور هو ده انا اجيبه اسمه ايه؟ طيب اذكر دكتور الصفحه اللي بعديها طب روح دار المهندسين هتلاقي الكتاب موجود اهو الصفحه اللي بعدها اهي خلاص. طيب انا طب دكتور معلش طب دكتور معلش اتفضل. بالنسبه للرانيوم هو عند بتاع المحاضره شكاش حضرتك شبايه الا قال ان هو بيعدي اسرع دكتور عشان هو اخف علشان هو طب دكتور معلش يا دكتور هو ازاي بالنسبه للناس يعني ليه نفس الحجم دكتور معايا قول لي سامعك يا باشمهندس. تمام هو انا بس حضرتك كنت بتقول ان الغازين لما كنت قلت لنا الحد غازين لما كنت في مساله فيها ماله حجم 2 لتر ازاي بقى حجم الغاز لوحده 2 لتر والثاني برضه 2 لتر ولما اتحط مع بعض ازاي برضه نفس الحد ازاي مش هو كده يعني هو اللي هو حجم 2 لتر والثاني حجم 2 لتر وتحطه مع بعض المفروض يبقى 4 لتر ولا ايه؟ حضرتك فهمت قصدي؟ اه الدكتور معمل له ميوت. دكتور هو اتخرج يا شباب؟ طب اللي فيه مصدر يا جماعه لو عارف رد عليا رد. طب انت قول سؤالك قول سؤالك تاني ما سمعناكش قول تاني. طب بقول لك كان في مساله بتقول ان الغاز A حجمه 2 لتر وB 2 لتر حضرتك قلت ده كده وده كده ولما الاثنين اتحطوا مع بعض مع بعض فحجمهم هما الاثنين 2 لتر. ايوه ازاي بقى مش انا قلت لكم ان انا هشرح لكم الحته دي بالتفصيل لما ناخد الريال جاز؟ دكتور معلش سؤال غبي. طيب انا هرد عليك يا باشمهندس هرد عليك بسرعه. تخيل ان انت واقف في صحراء. دكتور اخرج خلاص ولا لسه في حاجه ثانيه؟ اخرج. تخيل ان انت واقف في صحراء. تمام. هل انت ليك حجم بالنسبه للصحراء؟ انا وانت واقفين في صحراء. قصدك يعني نسبه بسيطه خالص فمش محسوبه يعني. انا وانت واقفين في صحراء. احنا اتنين اهم. هل انت ليك حجم بالنسبه للصحراء؟ لا. طب مش انت حجمك هو حجم المتاح اللي يقدر يتحرك فيه جزيئات الغاز؟ تمام. فحجمك هو حجم الصحراء كلها ولا لا؟ قصدك يعني حجم الغاز ده مش ثابت بيتحرك في المكان كله؟ لا حجم الغاز ده بالنسبه للتاني مهمل. يعني انا بالنسبه للصحراء مهمل
فانت لما تيجي تمشي في الصحراء هتمشي في الصحراء كلها، لان انا بالنسبه للصحراء دي ولا حاجه. وصلت دكتور؟ معلش عايز اسال حاجه بس بسيطه. اتفضلي. هو تاني معلش، لما قلنا سيم ابارتس احنا بنستفاد ايه لما نعرف ان هما سيم ابارتس؟ يعني مش احنا كده كده حضرتك قلت ان الايديل جاز بياخد الفوليوم بتاع الطول نفسها كله؟ يعني لو الاثنين نفس الابارتس يبقى الاثنين هياخدوا الفوليوم بتاع الابارتس كله ولا لا؟ ما عشان لازم يبقى عند البريشر. يعني انا قصدي ما هو لو سيم ابارتس يبقى سيم فوليوم، ولا انا فاهمه غلط؟ صح، سيم فوليوم صح. طب ما في سؤال كان فيه الفوليوم، يعني مديني الفوليوم بتاع التو جازز وبيقول لي ان هما الاثنين في سيم ابارتس. لا فانا مش مهندسه، انا بكلم سيم فوليوم اوف جاز افيوز، الجاز اللي خرج. الجاز اللي هيخرج، يعني ده الفوليوم بتاع الجاز اللي هيخرج. يعني بص يا باشمهندسه، يعني ايه انا مثبت التايم؟ يعني ايه مثبت التايم؟ انا عندي، تخيلي كده ان انت عندك كونتينر فيه هيدروجين، تمام، وعندك كونتينر تاني فيه اكسجين. مين الخفيف؟ على حسب اللي هيطلع اسرع. مين الخفيف، الهيدروجين ولا الاكسجين؟ مش عارف. الهيدروجين. ايوه الثاني 16 في 2 يعني 32 جرام صح. يبقى الهيدروجين. طيب انا معلش يا دكتور، انا اعتمدت على محاضرات حضرتك. ثانيه واحده بس، انا بجاوب على الباشمهندس. انا بيجاوب. عندك غاز هيدروجين وكونتينر فيه غاز ايه، نيتروجين، ماشي تمام، وفتحت الاثنين لمده 10 ثواني. مين اللي في واحد هيطلع اكبر؟ الهيدروجين. عرفت يعني ايه كونستانت تايم؟ طيب كونستانت فوليوم بقى معناها ايه؟ انا خرجت من الاثنين 10 ل بس هيبقى في وقت مختلف بالظبط. دكتور معلش، هو احنا لسه قدامنا حبه. تمام. ايوه، علاقه الدواء بالفوليوم. طب دكتور معلش، عندي سؤال صغير بس وخلاص. اتفضل. هو انا دلوقتي اعتمد على محاضرات حضرتك بس الموجوده، ولا انا محتاج ان انا اجيب الكتاب؟ المحاضره، ذاكر المحاضره كويس وذاكر التوتوريال كويس. جميل. وكده يبقى تمام قوي. مش محتاج ان انا اجيب الكتاب قوي، الا بقى لما انا مخلص كل حاجه بعد كده الكتاب قبل. يعني بشوفه اخر حاجه خالص لما اكون خلصت المحاضره بالتوتوريال. طب دكتور معلش، انا عندي سؤال غريب. المحاضره بعد الصفحه هو دي. هو ايه الفرق ما بين المولر ماس والمولوكيولر ماس؟ ولا اتنين واحد؟ طب انا مش فاهماهم، يعني مش متخيلاهم. المولر ماس هو المولوكيولر ويت، ده مجرد انجليش عادي، كلام انجليش عادي. المولكولار ويت بس هو الاتوميك بتاع اليونت بتاعته، حاجه اسمها اتوميك ماس يونت. المولر ماس بالجرام. طب هو بالنسبه للحركه المحاضره بعد الصفحه دي، عايز ايه؟ هو في حاجه في البي دي اف بتاع المحاضره بعد الصفحه دي؟ لا، في دالتون بقى اللي احنا خدناه. تمام، عايزين دالتون اهو، لو عايز تاخدها سكرين شوت. طب يا دكتور، هو بالنسبة للكثافة هتبقى الحجم ما عدا نعم البي دي اف اللي باشمهندس نزله على الجروب، نزل الحضرتك شرحته كله بعد ما عدا ايه؟ صور لنا عشان ما يتعبش. اخر صفحتين حضرتك اللي انت بتشرح فيهم، اللي هو اخر صفحتين حضرتك خدناها مش كده شوية دالتون المسألة ده. خلاص، انا كده كده الفيديو هتلاقيه عندكم. بقول له يعني البي دي اف من صوره هو موجود بس، يعني اخر حاجه الدكتور شرحها هتلاقيها. طيب مش عارفين، انا هخرج بقى عشان انا عندي محاضره كمان 5 دقائق بالظبط. طب يا دكتور، مواعيد حضرتك في الكليه امتى؟ يعني من كام لكام؟ كل يوم كليه. من كام لكام؟ ما انا فاهم يعني ببقى موجود، يعني لو ما لقيتنيش بيبقى عندي محاضرة أو عندي أي حاجة، غير كده موجود. أنا ببقى موجود مثلا من 10 الصبح لحد الساعة 11-12 بالليل شغال. خلاص ماشي، ألف شكرا يا دكتور. شكرا، ماشي، أنا هقفل بقى يا باشمهندس. السلام عليكم. عليكم السلام باشمهندسين. البي دي اف اللي بعته كل حاجة موجودة فيه، بس آخر صفحة هو شرحها مش موجودة في الآخر، موجودة بعدها كذا مسألة من اللي هو شرحهم برضو. يعني تمام يابا، تسلم.